صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBCI لليوم الخميس 10 تشرين الأول. منهم من يقول أن تطيير جلسة إقرار مراسيم التنزيمات النفطية حصل لتعذر التوافق بين الموافقين على المبدأ والمختلفين على تلزيم بلوكين أو 10. ومنهم من عزى التطيير إلى أسباب دستورية، حيث لا صلاحية لحكومة تصريف أعمال لا تحظى بثقة المجلس إصدار مراسيم ذات بعد استراتيجي. ومنهم من قال إن غياب التوافق السياسي أطاح بالجلسة. ومنهم من ألمح إلى أن النفط هو شأن ميثاقي، وهناك قوى غير ممثلة في الحكومة الحالية لها رأيها المعترض على هذه العملية. فهل يكون الحل بتسريع وتيرة العمل لتشكيل حكومة جديدة؟ وأمس شهدت المصيت بحركة لافتة. وكيف ستولد الحكومة السلامية من رحم التناقضات؟ والسؤال المتكرر متى؟ وفي جديد المواعيد تصميم على إعلان الحكومة قبل عيد الاستقلال. الحكومة، الخطط الأمنية، أزمة النازحين السوريين، معركة الرئاسة. وكان لافتا مطالبة النائب سليمان فرنجي انتخاب رئيس الجمهورية بالنصف زائدا واحدا. مواضيع نناقشها مع وزير الدولة مروان خير الدين، بالإضافة إلى الشأن السوري مع التقدم في عملية تدمير الترسانة الكيماوية السورية وعودة الروح إلى العلاقات الإيرانية السعودية باتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين. أهلا وسهلا فيك مع الوزير. صباح الخير، يعطيك العافية. أنت كمان. رح نشوف مثل العادة حركة السير على بعض الطرقات. نبدأ بأوتوستراد جوني دايما، حركة سير ضغطة باتجاه بيروت باتجاه الشمال، الحركة طبيعية. أوتوستراد الدورة وجسر الدورة كذلك ضغط باتجاه وسط العاصمة ومستديرة الدورة باتجاه نهر الموت، الحركة طبيعية. كمان عم نشوف منطقة الدورة الكارنتينا الفورم دو بيروت. بولفار شارل حلو عم نشوف ضغط سير باتجاه منطقة الصيفية وسط بيروت وأيضا باتجاه المرفأ. ساحة ساسين بالأشرفية يعني عند تقاطع ساحة ساسين هناك زحمة سير كمان. شارع الحمراء حركة طبيعية لحديث هلأ بعد ما بلشت العجقة عندكم بالحمراء. كورنيش المزرعة ضغط سير. طريق المدينة الرياضية المطار باتجاه نفق سليم سليم هناك ضغط سير قوي، ولكن باتجاه المدينة الرياضية والمطار الحركة طبيعية جدا. وأخيرا مدينة صيدا كمان الحركة فيها طبيعية جدا. مع الوزير، يعني بدي بلش بالموضوع الأول يلي طرحناه بالمقدمة، مسألة انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار مسألة تلزيم البلوكات البحرية لاستخراج النفط والغاز. يعني هذا الموضوع ألا يستأهل عقد جلسة لمجلس الوزراء؟ وهل فعلا يعني الأمر الذي يحول دون ذلك هو أمر دستوري فقط؟ لا أكيد مش بس بيستاهل، أنا برأيي التأخير مضر للبلد. اليوم الحكومة هي فعلا في حالة تصريف أعمال، ولكن المشترع لما إجا كتب الدستور ما كتب دستور ليهدم بلد، كتب دستور ليبني بلد. لما افترض أنه تصريف الأعمال يتم بالمعنى الضيق للكلمة، افترض أنه لما بتستقيل حكومة بجمعة زمان بتعمل حكومة تانية، مش بتروح أسابيع وأشهر 17 ويمكن سنة. ويمكن نوصل لأكثر من سنة ما يكون في حكومة بلبنان بظل الانقسام العمودي بين ما بدي أحكي بين اللبنانيين، بدي أحكي بين شرائح سياسيين بالبلد. نحن اليوم أمام واجبات، ما فيك أنت تجي تأخر شيء اللي هو بمس بكل ما هو يشكل أمن للاقتصاد تبعك، أمن قومي، الحالة الاقتصادية بالبلد، الوضع المالي لجميع اللبنانيين. ما فيك تجي أنت تعتد بعذر اسمه أنه أنت تصريف أعمال لتهرب من مسؤوليتك. أنا برأيي المسؤولية ملقاة على الحكومة الحالية اليوم التي لا تزال هي الوحيدة اللي قادرة تأخذ هذه القرارات. في عنا ما تنسوا في عنا رئيس جمهورية، فخامة الرئيس وضعه 100% سليم. تعقد الحكومة جلسة، لا تكون جلسة سياسية، تبحث في مراسيم النفط ويمكن غيرها من المراسيم الضرورية لتسيير أعمال الدولة وتقرها. يعني نحن ما ممكن نتخبأ أو نعتبر أنه عذر انه هيدا عذر انه نحن بتصريف اعمال لنهرب من مسؤوليتنا. هاي مسؤولية كتير كبيرة. الشعب اللبناني ينتظر، الاقتصاد اللبناني ينتظر موضوع النفط، وما فينا نحن هيك والله انه يلا بتعرف شو خليها بلا خان اجلها لتجي حكومة جاي. لو جاي حكومة عارفين نحن مثلا بكرة او بعد بكرة او اسبوع الجاي او حتى شهر الجاي، اوكي بتحمل كان الواحد انه ينطر. اما الافق مسدود بتشكيل الحكومة مثل ما كلكم تعرفوا، مثل ما كل اللي بيعرف. ما في اي شيء بيأكد على انه في تشكيل حكومة قريبة، وبالتالي
التأخير بموضوع النفط هو يسيء إلى اللبنانيين، وبالتالي يجب أن يكون هناك إجماع على عقد جلسي لإقرار هذه المراسيم، وأنا أظن وأعتقد أن هذه الجلسة رح تتم. طب يعني المتخوفين من عقد هذه الجلسة خوف وين؟ أنه يجوا ياخذوا أي قرار ثم ينطعن فيه، أو يعتبر أنه اتخذ مثل ما قلنا يعني بعدم وجود كل الفرقاء على طاولة مجلس الوزراء إذا يعتبر النفط مسألة ميثاقية كمان؟ لا، أنا برأيي الموضوع أصغر من هيك، مش لهالدرجة كبير. الموضوع هو بسيط، هل في توافق بين مكونات الحكومة الحالية اللي هي بتصريف أعمال، هل في اتفاق بيناتهم على أنه إذا عملنا جلسة يتم إقرار هذه المراسيم؟ نحن اللي ما منريد أنه يصير إطلاقا هو أن نعمل جلسة أو ندعي يندعى لجلسة استثنائية يعقد عليها الأمال، نفوت على الجلسة نختلف ببعضها ما نطلع مراسيم، ما تطلع نتيجة. أيوة. وبالتالي نحن يجب أن يكون هناك توافق سياسي بين المكونات الحكومية لتعقد جلسة تكون جلسة فعالة، مثل ما صار لما عقدنا جلسة وبدقائق قليلة أصدرنا هيئة الإشراف، تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، وعطينا أموال لإجراء الانتخابات لوزارة الداخلية، صارت بدقائق معدودة لأنه كان في توافق خارج الجلسة بين الأفرقاء السياسيين. العمل عم بيتم ونحن كلنا عم نشتغل ليصير في توافق بين جميع الأفرقاء اللي بيشكلوا الحكومة الحالية، وعندها ساعتها بصير في اجتماع بيطلع منه نتيجة. ما بدنا نعمل اجتماع بيطلع منه نتيجة، بنكون عم نرسل إشارة كتير سيئة لللبنانيين أولا، وللشركات العالمية اللي هي من أهم الشركات اللي جاي لتعمل استثمار بلبنان ولتعمل تنقيب عن الغاز والنفط بالبحر. ما فيك أنت هودي تلعب معهم، كل شركة بتشتغل بعشرات وعشرات البلاد، ما فينا نحن نجي نبلش نلعب معهم بس هلا بلش اللعب معهم، تم تأجيل ماشي، بس هيدي الحقيقة اي، بس هيدي بعدها ما غيرت ولا اي شيء بالمعطيات، يعني ما رجعت طلبت منهم شيء جديد ولا شيء. كل شيء عملته انه بدل ما نكون اقرينا هالشيء قبل 10 ايلول تاجلت ل 10 كانون الثاني لاعطاء المجال قدر الامكان، وطبعا باسرع وقت نتامل لهالتوافق يصير هيدا، لانه بنرجع بنحكي انه لو في حكومه بكره جاي وكلنا عارفين انه بكره جاي ما كان حدا بيحكي بهذا الحل هيدا، انما عدم وجود وضوح بالرؤية لأمتين الحكومة بدها تتشكل بتلزمك أنك تفكر مصلحة البلد. ما فيك تعتذر، يعني ما فيك أنت تيجي تعتبر أنه أنا والله بالحكم بس أنا ليك لأني تصريف أعمال بس أستقيل عن مسؤولياتي. يعني وكأنك عم تحمل اليوم المسؤولية بهذا الموضوع لرئيس الحكومة، لا الرئيس الحكومي موقفه واضح بتصور وعلني بهذا الموضوع، هو مع عقد جلسة لإقرار هذه. الحقيقة هي أنه الجميع مع عقد جلسة، هي عدم الاتفاق هو على التفاصيل شو بده ينعمل بهالجلسة. أنا بس حب أوضح أنه اليوم شو المشكلة لخبرك يعني في وجهتين نظر. نعم. في وجهتين نظر، وجهة نظر تقول أنه نحن منلزم البلوكات على مراحل، هيدي وجهة نظر مش كله يعني انت اليوم تجي اجوا في عندك هالشركات ال 47 بظن اللي تأهلوا اجوا ابدوا رغبة بهالعشر بلوكات رح يكونوا موجودين. في عدد من البلوكات 3-4 بلوكات اللي هن فيهم غاز بشكل اكيد اكتر يمكن، وهن يمكن على غمق اوطى بالبحر، وبالتالي يعني في اذا بدك بتبلشوا فيهم يعني بالاسهل، بتبلش مش بالاسهل، بتبلش باللي فيه عليه طلب اكتر. لما تبلش بالشي اللي عليه طلب اكتر انت بتبيع بسعر منيح، لانه بتعرف اذا انت بدك تبيع شغله وما في غير زبون واحد بيكون سعرها غير ما إذا بدك تبيعها هي زيتها وفي 20 زبون، العشرين زبون فيك تخليهم يتنافسوا على السعر. فكرة وزارة الطاقة الوزير باسيل هي أنه أنا في عندي كم بلوك عليهم اهتمام أكتر من غيرهم، بلش فيهم لهودي البلوكات، برجع بعدين هالشركات، ما مش كل الشركات رح تربح، كل بلوك بدها تربح وشركة، هالشركات اللي كان عندها اهتمام وما ربحت هالبلوك لأنه ما دفعت المبلغ اللي لازم تدفعه كان، بصير عندها اهتمام بالبلوكات الثاني بيرفع سعر البلوكات الثاني كمان. اقتصاديا الفكرة 100% سليمة ولا مجال للنقاش فيها اقتصاديا. تأتي إلى وجهة النظر الأخرى، وجهة النظر الأخرى تقول أنه نحن ما فينا ما نطرح البلوكات الموجودين بالجنوب من ضمن الطرح اللي عم تعمله الدولة اللبنانية، لأنه سيفهم الموضوع كما وأنه نحن كدولة لبنانية تركين هذا الموضوع، ما بدنا نريح العدو الإسرائيلي. هذا الشيء يعني كمان في وجهة نظر صائبة بتقول لا 100% أنا لازم يمكن أول بلوك لازمه يكون هني البلوكات، أو أول بلوكين لازمهم هني البلوكات الأقصى جنوبا لأثبت أنا للعالم كله أن أنا كبلد كدولة لم ولن أتخلى عن حقي في النفط أينما وجد هذا النفط أو الغاز بما فيهم بجنوب لبنان على حدود فلسطين المحتلة. يعني فيها وجهة نظر. أنا برأيي الشخصي وهذا رأيي شخصي إلي، يعني عندما يختلف أو تختلف المصالح القومية السيادية مع المصالح الاقتصادية السيادة بيربح
يعني انت اليوم بتجي بتقول ايه مزبوط اقتصاديا اكيد بفوت مصاري اكتر اذا كنت انا يمكن عملتهم بالمفرق، ولكن اذا الموضوع اصبح موضوع عم نقارن الاقتصاد بالسيادة، لا السيادة دايما باي بلد بالعالم مش بس بلبنان السيادة يجب ان تأخذ. يعني انت مع تلزيم العشرة؟ انا مع طرح العشرة ومع الدولة تحفظ لنفسها انه ما تلزم اذا السعر المناسب ما اجى. يعني انا بيجي بقول بطرح العشرة وبحمس الشركات انه تفوت وتعمل مناقصة على هالعشر بلوكات، تعرف انت ما فيها الشركة تربح غير بلوك واحد صح. بس بحمسهم انه يعملوا مناقصة على اكتر، واذا كان اجاني سعر جدا متدني ما بلزم، ما انا لي حق ببيع يعني هالبلوك او لي حق ما لزمه هذا، انا الدولة اخر تنار وانا بحط القواعد وانا بحط القوانين، انا ممكن بكل سهولة ممكن اني انا ما لزم بلوك إذا ما عجبني سعره وارجع يطرحه مرة تانية، أو جيب الشركات وفاوض معهم بعد ما تكون تمت المزايدة. يعني اليوم الدولة عندها متسع من الوقت، المهم أنه نكون متفقين على أنه لازم نحن نعجل بهذا الموضوع مش نبطئ بهذا الموضوع، والجميع متفق، وبالتالي هول الخلافات أنا برأيي بتنحل بحديث وبنوع من تفاوض إذا بدك بين مكونات الحكومة خارج مجلس وزراء، مش ما توصل على مجلس وزراء لأنه هولي أنا حكيتهم لما بتكون بأوضة فيها 30 واحد كل واحد بده يحكي فيهم شوي ويعطي رأيه بتروح يمكن 20 ساعة وما بتطلع بقرار. بس يعني هو يعني حضرتك حكيت عن طرحين واضحين نعم. جدا نعم. يعني في خيار بين هذا الطرح أو ذاك نعم. الطرح. طيب بس هل قد بدأ مسألة وقت للاتفاق يعني على أي صيغة سيتم يعني الاعتماد؟ يعني لسوء الحظ ايه لسوء الحظ بلبنان ايه، لانه بلبنان بنظامنا كيف مركب نظامنا اي فريق مش عاجبه اي شيء عم ينطرح فيه عطل، اي فريق حابب يمشي شيء بده توافق من الجميع. يعني نحن نظامنا مبني على انه ايه في واحد اذا مش عاجبه هذا الشيء ينطر للتاني يفهم عليه، يعني في هيدا هيدي يعني يمكن ميزه من الميزات السيئه يمكن تبع 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 النظام السياسي بلبنان، انه هي انت مين ما كان في عطل اي فريق سياسي اساسي بالبلد في عطل شو ما بدك بالبلد، وما في ولا فريق اساسي سياسي بالبلد في مشي شيء الا اذا في توافق من الجميع. يعني غريب هالمعادله ولكن هاي معادله موجوده وبدنا نتعايش معها. لك ساعات الخير كتار الرئيس ميقاتي عم يشتغل على هذا الموضوع، في عدد من الفرقاء السياسيين كمان عم يشتغل على الموضوع. المهم انه انا باكد للجميع انه ما حدا معتبر انه النفط ما لازم نستخرجه، او ما حدا معتبر انه النفط منه اساسي، او ما حدا معتبر انه لازم نحن ناجل هذا الموضوع الى ما شاء الله، وبالتالي البحث جاري عن حل وان شاء الله بيكون هذا الحل سريع. بس التاخير يعني بحسب ما عم نشوف انه عم تستفيد منه اسرائيل، عم تستفيد منه قبرص، وكانت واضحة يعني لجنة الطاقة النيابية حتى طلبت أوصت الحكومة برفع شكوى ضد قبرص. نعم، نحن الحقوق النفطية تبع لبنان مصانة بالقانون الدولي. صحيح. الاستفادة هي من مبدأ أنه هو بلش يطلع وانت بعدك ما بلشت تطلع. الحقيقة اذا بدك تفتح هذا الملف بترجع سنين لورا ساعتها وبتتساءل ليش نحن من بس عرفنا انه عنا نفط وغاز بلبنان من باوائل الالفين يعني 2003 2004 تأكدنا من هذا الموضوع، ولا حكومة عملت ولا اي شيء الا حكومتنا هي اللي اقرت قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة اللي عرفنا انه هيدا يعني نحن اللي اشتغلنا حكومتنا علما انه الدولة كدولة عارفة بهذا الموضوع بست سبع سنين قبل حكومتنا، والدليل انه اسرائيل بلشت تنتج نفط لأنه بلشت قبل لبنان بسبعة ثمان سنين تشتغل، وبالتالي اليوم أنت منك عم تتسابق أنت وإسرائيل على موضوع مين بيطلع نفط بالأول أو غاز بالأول، لأنه هن يطلعوا يعني هن إذا أنت بتحط حالك بهالمجال تعتبر حالك أنت أنك متأخر. هو التأخير حصل على مستوى الدولة اللبنانية أكيد جزء أساسي منه هو بسبب العاصفة اللي ألمت بلبنان عند استشهاد الرئيس الحريري ورفقائه، لأنه ضعضعنا نحن بالبلد وصار فيها الانقسام السياسي الكبير بالبلد، بطلنا نفكر بمصلحة البلد، كل واحد صار يشوف كيف بده يشد الحافلة ميلته. تأخرنا كثير، حكومتنا أخذت هالقرارات، حرام نرجع اليوم ندخل الخلافات السياسية بالبلد بشيء اقتصادي بفيد كل العالم. يعني أنا بحكي دائما في بعض الملفات اللي كان في اتفاق عليها بالسابق تحييدها من السياسي وأدعو إلى إعادة تحييدها من السياسي، كل ما له علاقة بالاقتصاد، كل ما له علاقة بأي شيء خاصه بالسياحة بالاقتصاد بالخدمات بالفنادق بالوضع المالي بالبلد، هيدي لازم نحييدها عن السياسي لأنه هيدي بتسيء لكل العالم. يعني نجي نحكي نحن على الكهرباء، إنه الكهرباء إذا انتقدنا الوزارة أو دعمنا الوزارة بحكينا، ما آخرة النهار خلي الوزارة تخلص خطتها لتجي كهرباء، الكهرباء ما بتجي لفريق واحد، الكهرباء بتجي لكل اللبنانيين. يعني نحن لازم نحيد قدر
بقدر الإمكان المواضيع الأساسية الرئيسية اللي إلها علاقة بشكل أو بآخر بالاقتصاد نحيدها عن السياسة، لأنه منأذي حالنا لما نحن مندخلها بالسياسة ومصير بدل ما نكون عم نجرب نبني بلد بنصفي عم ندمر بلد، وهذا يعني طب ما بفتكر حدا بده هذا الشيء. عم ينحكى مثلا مع الأمم المتحدة بمسألة يعني اي حقل مشترك قد يكون بين لبنان واسرائيل؟ ما عندنا ولا حقل مشترك بالمعنى الفعلي، عندنا تعدي من اسرائيل على حقل بجنوب لبنان بحوالي 800 كيلومتر 830 كيلومتر كيلومتر مربع 800 كيلومتر مربع، يعني زي حين الخط النّي بشكل اخدين قادمين هيك جزء من البحر من البحر تبعنا. قامت الدوله اللبنانيه حكومتنا قامت ب برفع شكوى، عيننا محامين دوليين مركزهم باريس لمتابعة هذا الموضوع، ويتابع هذا الموضوع بظن عبر الأمم المتحدة إذا مش غلطان، ولكن يتابع قضائيا ليرجع يستعيد لبنان حقه. ومع قبرص؟ مع قبرص ما بظن في ولا مشكلة، ومع سوريا ولا ما في ولا مشكلة حسب أنا فهمان بالبروتوكولات الموقعة بين هاي الدول، ما عندنا كان ولا إشكال اللي أنا يعني فهمانه من الملف إنه ما عندنا إشكال غير 800 كيلومتر مربع اللي هني موجودين بجنوب لبنان، بقى ما تبقى واضح وما في إشكالية. يعني بالنهاية إنه هذا بس أنا عفوا بس خلينا نحكي بهالموضوع بس لأنه كمان لنعرف حالنا عن شو عم نحكي نحن. يعني بلش ينحكى نحن إنه عنا إنه لبنان بين هالثلاث دول يعني إسرائيل ولبنان وسوريا أكبر ريزيرفز موجودين عندنا نحن بلبنان، ويضاهوا يعني ممكن يكونوا من اكبر الخزانات العالميه المكتشفه. نعم. عم نحكي نحن يعني كميه غاز مش بس بتحل الازمه الاقتصاديه تبع لبنان، بترجع بتعمر لبنان، بتعمر البنى التحتيه تبع لبنان، تعلي من شان جميع اللبنانيين ليصبح لبنان اكثر قوه. بس ما اللبنانيين دائما بيقوموا مشككين بهذا الموضوع، يعني خصوصي باداره مزبوط هذه لانه التاريخ التاريخ ما كثير بيعطي دغري بيحكوك عن صفقات وعن سرقات وعن هدر اموال. إيه بتلومهم؟ لا ما بلومهم بالعكس، بس لانه حتى انا يعني انه انا مش حتى انا اعتبر انه جزء كبير من ما يحصل بالدوله فيه صفقات وفيه تركيبات وفيه تفنيصات وفيه رشوه وفيه اللي بدها، يعني ما من شان ما نكون عم تخبى وراء اصبعنا. ولكن موضوع الغاز هيك ناخذها بسبيل النكته لهالدرجه، فيه ما ممكن انه يتاخذ كل شيء، يعني شو ما بدهم ياخذوا الشباب بده يضل في كثير بده يضل في كثير بس ما يكثروا اللي بدهم ياخذوا، هون المشكله. اذا كثروا اللي بدهم ياخذوا تصير كمان كارثه، يعني بدها شفافيه طبعا. نحن دعينا وبتصور هذا الشيء رح يتم لخلق صندوق سيادي بتفوت له كل الاموال وتصرف منه كل عائدات نفطيه، والا ما فيك تكمشها. يعني اذا ما هيك هذا عندك شيء بيساعد على ضبط الفساد والهدر، هو انه الشركات العالميه بقوانين بلادها اذا فاتت باي عمليه برطيل او دفع براني او هذا تعاقب بقوانين بلادها من سي لبنان. يعني يعني اليوم اذا انت فرضا عم بعطي مثل، اجت شركه انجليزيه او شركه فرنسيه او شركه امريكيه اخذت واحد من البلوكات وانكمشت انه هي عم تعطي مصاري عم تدفع سمسرات، هذه تحاسب بقانون بلادها، يعني عندها بيكون إشكالية. وبالتالي كمان هيدي شغلة نحن لازم نستفيد منها لنأكد على بناء البلد، ومش نوجه الأموال على جياب بعض المسؤولين ليغنوا ويتحكموا بالعالم مثل ما الكثير منهم بحب يعمل. طيب مع الوزير حكيت عن يعني مسألة خيارات بموضوع تلزيم البلوكات البحرية، ولكن يعني مسألة تشكيل حكومة جديدة كمان ما بتدخل بهذا الإطار. يعني يمكن الرئيس مئاتي بيقول أنا ليش بدي أتحمل هذه المسؤولية، خلي الحكومة بدها تجي تتحمل هي المسؤولية. ممتاز، ولكن بما أنه نحن كلنا شايفين أنه بالشروط اللي من شان ما نحكي أنه موضوع على الرئيس المكلف تمام سلام، لنحكي بالشروط الوضع الرئيس تمام سلام على نفسه، تشكيل حكومة ما فيه بالأمد المنظور. يبقى أنه الرئيس هاي الشروط بقاش فيه يرجعان، ما بعرف اذا في يرجع ولا في يرجع. انا برايي بالسياسي لا، الواحد يعني انه اذا اردت ان تطاع اطلب المستطاع. ليه ما بده يرجع عنا؟ يعني هو بده يالف حكومه ولا ما بده يالف حكومه؟ خلينا نبلش منهم. اذا النيه عدم التاليف، اذا النيه عدم التاليف خلينا على هاي الشروط منضل الى ما شاء الله مثل ما نحن. اذا النيه التاليف، لبنان لا يحكم يا صديقي يا عزيزي يا بسام، لا يحكم لبنان الا بالتوافق. مجبور انت انك تكون متوافق مع القوى الرئيسيه بالبلد لتكون متوافق معهم. ما فيك تجي انه خير شو صار بالبلد لتجي انت تطلب من 8 ازار انت تمثل باقل من الثلث، و14 ازار باقل من الثلث، والوسطيين ثلث. يعني انه بس اشرحوا لي شو صار، يعني انه شو صار بالبلد هيك لغير وصار في قوه للوسطيين بهالشكل هيدا لهني صاروا بشكله، من شان ما نحكي انه في اساسا نص ويمكن 14 اذار، بس انه شو صار بالبلد لاضعف 14 اذار الى هذا الحد واضعف 8 اذار الى هذا الحد
قوى الوسطيين إلى هذا الحد. بدك الوسطيين إنه الوسطيين قد لا يعطلون عمل الحكومة. عظيم. ولكن 8 أنا بدي أسأل. ممتاز. اعتبر 8 أذار ما تمثلت بالحكومة أو 14 أذار ما تمثلت بالحكومة العتيدة ل 24 وزير. بدي افترض هيك فرضية يعني. في طرح من هالنوع إنه ما يتمثل ولا 8 ولا 14. لكمل لك. وفي حال قرر 14 أذار يعطل البلد أو 8 أذار يعطل البلد، هل بيعطل البلد من داخل الحكومة أو عنده قدرة يعطلها من خارج الحكومة؟ أكيد عنده قدرة يعطل من تماماً خارج الحكومة. وبالتالي ذريعة أنه نحن ما بدنا قرارات تتعطل، أنا برأيي هي ذريعة غير واقعية، لأنه الفريقين عندهم قدرة يعطلوا من خارج الحكومة لو شو ما كان تمثيله بالحكومة. هاي واحد. أنا بدي افترض أنه اليوم أنت فت على 3 منات وقرر أحد الفريقين، شو ما نحكي الوسطيين، قرر أحد فريقين يا 8 يا 14 يستقيل. الحكومة لا تسقط دستوريا، مزبوط، بيضل في عندها، ما بيكون استقال أكثر من التلت. صحيح. مزبوط ولا لا؟ صحيح. هل تستطيع أن تحكم؟ وبالتالي ليه نحن عم نجي منحط عم نحط شروط مسبقة كثير صعبة تتلبى. اليوم المزيك بالبلد ممثل بمجلس نواب، مأمن الشعب انتخب هالمجلس، يعني في ناس يمكن بتعتبر حالها انتخبت غلط، في ناس بتعتبر حالها انتخبت صح، اللي بدك، ولكن في تمثيل للقوى السياسية موجود مجلس نواب. الحكومة ما فيها تجي تتشكل بدون ما تكون اخذة بعين الاعتبار هالتمثيل النسبي بمجلس نواب. ما بتزبط، هيدا لبنان، مش ديمقراطية بالتوافق، مش هيك ما مكتوب نحن بالدستور تبعنا؟ مش لازم نحن اي قرار اساسي بالبلد يكون في توافق عليه؟ كيف بدك تيجي تعمل حكومه انه يكون في عندك فريق واحد فيه يحكم البلد بدون راي الفريق الاخر؟ ما بيمشي الحال. مين يعني فريق واحد؟ كيف فريق واحد؟ 14. ليش اليوم الحكومه مش من 14 اضرار؟ يعني الحكومه التي يطرحها الرئيس سلام مش من 14. الحكومه اللي مطروحه تلت بتلت بتلت، بالتلت الوسطي في جزء منهم لا يمكن انه انت تعتبره مش من 14 اذار. وخلينا نبلش بالرغم من النوايا الصادقه والثقه المطلقه اللي 8 اذار تعطيها لشخص تمام سلام كرئيس مكلف، ما تنسى انه هو تكلف من بعد زيارته للسعوديه ومن بيت الوسط، وبالتالي ما فيه هو يجي يعتبر، يعني هو معتبر حاله انه صار وسطي بعد ما تكلف. طيب بس ما هو معطوه الثقه 124 نائب، ما اختلفنا 100%، ولكن لم تكن ثقه لا يعمل حكومه ما يجيبه ما يمثلهم فيها. يعني ما انعطى، يعني لو اجا هو طرح انه انا اذا بتكلفوني بدي اعمل حكومه 3 8 8 8 8، ما كانوا عطوه. طيب. بفتكر يمكن اثنين ما كانوا كلفوه، يمكن اثنين ما كانوا عطوه. يمكن صار في حكومه لذيذه، يمكن اثنين ما كانوا سموه. يعني مع الوزير قبل ما تابع انا وياك، في معنا عضو المكتب السياسي بتيار المستقبل دكتور مصطفى علوش، ناخذ منه مداخله. نهارك سعيد. نهارك سعيد ولضيفك دكتور علوش. يعني امبارح وصفت الخطة الأمنية التي تحضر لطرابلس بأنها مسألة إعلامية مش أكثر. ليش يعني ما عندك ثقة بأجهزة الدولة أو بما يقوم به وزير الداخلية بهالإطار؟ يعني أول شيء بس تعليق صغير على مسألة الحكومة، بدي أتذكر إنه معناتها بفهم من معالي الوزير أن الحكومة اللي هو موجود فيها هي حكومة غير منطقية، على أساس تألفت من فريق واحد ولا تمثل تعدد في مجلس النواب. على كل أحوال الخيار مثل ما حكينا هو الذهاب إلى حكومة حيادية، لهيك لنحل هالمسألة هيدي، لأنه أيضا الحكومات اللي سميت حكومات وحدة وطنية كانت كارثة وطنية بكل معنى الكلمة بالسابق. على كل الأحوال لنرجع للخطة الأمنية. المسألة يعني الحديث عن خطة أمنية، الخطة الأمنية ما بتكون بالفراغ، بتكون لها أهداف. لحد هلأ ما قدرنا نفهم من معالي الوزير شو هو الهدف من الخطة الأمنية. هل هو في ثلاث مسائل عم تعاني منها طرابلس ويعاني منها لبنان بشكل عام؟ أولا مسألة الإرهاب، هل هذه الخطة الأمنية تستهدف إلى صل الإرهاب أو إلى منع الإرهاب أو إلى التخفيف من إمكانية حصول عمليات إرهابية؟ هيدي منها واضحة الأمور، ولا يبدو أنه عند الدولة بكل موضوعية القدرة أنها توقف هالعمليات. قد تكون هناك قدرة للتخفيف منها، ولكن تحتاج إلى إجراءات أهم بكثير من اللي عم يحصل. أولا توحيد الأجهزة الأمنية والتخفيف من الانقسام الوطني، وهذا طبعا بالأحلام. مسألة الثانية اللي لها علاقة بالجرح المزمن هو بعد محسن باب التبانة، عمليا هيدا منعرف أنه حله حل سياسي وحل مرتبط بالمنطقة كلها، مش حل أمني. أما المسألة الثالثة اللي هي حقيقة الطرابلسيين كانوا عم يعانوا منها على الفترة الماضية، الأمن اليومي. وهذا لا يحتاج إلى خطة أمنية. الأمن اليومي يحتاج إلى تواجد أمني يتناسب مع عدد سكان المدينة ومع الحركة اللي بتصير فيها.
وهذا اللي كانت المدينة عم تعاني منه على مدى الأشهر الماضية وربما خلينا نقول السنوات الماضية، اللي هي أنه ما في قوى أمن تتجاوب مع حاجات المواطنين لحتى ماذا يسلب له محله، أو إذا انسلب المحل تنزل الدورية أن تحقق على الأقل. هذه هي المسائل الأساسية. لهيك عمليا الحديث عن خطة أمنية، أنا بعرف شو اللي صار بالجلسات اللي إلها علاقة بطرابلس، بالحقيقة فاتوا السياسيين والمسؤولين بدون أن يكون هناك أي خطة أمنية، يعني فاتوا قاعدين كأنهم عم يتلمسوا الطريق، وساعة بيقولوا فيه ساعة بيقول ما فيه، معالي الوزير أوقات بيقول بحاجة الخطة لتوافق سياسي، بيرجع بعدين يقول العدو بالداخل، وبيرجع بعدين بيحكي بالعدو بالخارج. عمليا المسألة الأساسية طرابلس بحاجة لتواجد أمني جدي ومستدام. أما بالنسبة للمسائل الأوسع والأعقد فهيدي بحاجة لحل على مستوى لبنان بأجمعه. بما أنك بلشت حديثك بمسألة الحكومة، في عندي بعد سؤال له علاقة بقصة الحكومة. يعني الهجوم يلي عم يتعرضه ببعض الأوقات الرئيس ميقاتي، عم بتقولوا حضرتكم يعني وقوى ب 14 أدار أنه وكأنه هجوم منسق يعني مع الذين يهاجمونه، ويتم بالتوافق بينه وبينهم. ليش يعني أنه الرئيس ميقاتي يعني ألا يتعرض للانتقاد يعني، أو ألا يتعرض للهجوم؟ بالحقيقة يعني مش بالضرورة كل هالحديث صح، ولا عكس هو الصح. المبدأ الأساسي هو أنه الرئيس ميقاتي يبدو حسب التسريبات كلها تسوى لا يزال ينسق بشكل لصيق مع حزب الله بالذات، وأما الأطراف الأخرى اللي عمليا هي أطراف يعني موجودة ولكن تأثيرها على مسار السياسي والأمني وغيره بلبنان هو مسار هامشي، وعمليا تتبع لحزب الله، وأنا بحكي على الأحزاب المنضوية تحت لواء 8 إدار. لكن عمليا الهامش بالهجوم أو بالدفاع، ولكن الاستمرار بنفس الوقت والتنسيق هو قائم، وهيدي هاللعبة يعني معروفة بالأجهزة المخابرات عادة بتعملها، وبتكون مرتبتها بالأساس وربما مرتبة حتى مسبقا قبل ما يستدعى الرئيس ميقاتي من حوالي سنتين ونص أو أكثر لرئاسة الحكومة من قبل السيد حسن نصر الله. شكرا لدكتور مصطفى علوش على هذه المداخلة. يعني الدكتور علوش قال لك بالأول كمان حكومتكم مش منطقية الموجودة هلأ، ما فيها كل مكونات الوطن، بس في فرق أساسي أنه الحكومة تبعيتنا لما كانت عم تتألف، إذا بتذكروا الناس، أخذ الرئيس ميقاتي حوالي 6 أشهر اللي حاول يقنع فريق 14 أذار أن يشارك بهذه الحكومة، بس ما قدرتوا تعطوه الثلث الضامن. لا، كان في أكثر من ثلث، كان في عدد الحقائب صار في عليها اختلاف، مش موضوع إذا شو بيطلع له. يعني كان مثلا لنفترض، مش مذكر تماما الأرقام، مش موضوع الثلث الضامن، كان مثلا هني عم يطالبوا لنفترض ب 18 حقيبة، نحن عم نقول لا بنعطيكم 14 أو 12 أو 13. لا، الثلث الضامن ما كان بحياته مشكلة. الفريق الآخر بعد تفاوض دام حوالي 6 أشهر معه هو قرر ما يفوت بهالحالة هاي. لا، الفريق 8 أزار بده يفوت، مش ما بده يفوت مش ما بده يفوت، والرئيس سلام عم يجرب يقنعه انه يفوت مثل ما كانت الحالة. فريق 8 أزار بده يشارك بالثلث الضامن. الفريق يومتها كان اذا مذكر الجو بالبلد كان في اعتبار من قبل 14 أذار وتحديدا من تيار المستقبل والشيخ سعد الحريري انه الرئيس ميقاتي خانوا وطعنوا، وبالتالي ما بدهم يتعاونوا هن وياه. يعني كان في هذا الجو صحيح بتشكيل الحكومة. يعني كان الرئيس ميقاتي يطرح على 14 أذار انه شرفوا اذا بتريدوا فوتوا. صار في تفاوض مع الاطراف الأساسية ب 14 أذار، حتى بفترة من الفترات كان في كلام انه يمكن بعد الأحزاب المسيحية ب 14 أذار ممكن تشارك بالحكومة، ولكن تماما على 6 أشهر حتى مع الرئيس المكلف تمام سلام حكي معه، ضلت على 6 أشهر هذه المفاوضات لحديت ما طلع قرار نهائي حاسم من 14 أذار انه ما بدهم يشاركوا، فتم تشكيل الحكومة. يقال انه هاي الحكومة حكومة فريق، انه من فريق واحد. بصراحة عم بحكيك من جوا، ما بدي الحكي اللي كتير عم بينحكى بالإعلام والجرائد، جدية منا فريق واحد. بتفوت جوا بتشوف النقاشات اللي بتصير، انه فريق واحد بيجيك انت جدول اعمال بتفوت بخمس قيام بتخلصه، ومقصود بالسياسي فريق واحد وكولا حتى ولا حتى في خلاف على جزء الأكبر 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 كما يصفها قوى أو كما تصفها قوى 14 دار أنه حكومة حزب الله، هيك بيوصفوها. إيه نوصفت هيك كتير، بس هي أثبتت بفتكر بس سنتين الأيام أنه مش مزبوط هذا الكلام. يعني حكومة حزب الله ما تمول المحكمة، طب تمولت المحكمة مرتين هلأ واقفة
يا اخي هلق ما في حكومه، يعني ما في شيء فيك تعملها او شيء ما فيك تعملها والله. يعني اليوم انت بخبرك شغله، بس ما تمولت المحكمه عبر الحكومه مع الوزير، تمولت عبر رئيس المصارف رح تحطها لا هيدي كيف اندفعوا المصريين، بس ايه؟ قرار تمويل ما اخذته جمعيه المصارف، لا قرار التمويل رئيس الحكومه. تمام شكرا. رئيس الحكومه مش الحكومه ككل. ما هو انه برايك انت كان اخذوا يعني لو ما في غض نظر في محل، يعني لو عرض على مجلس الوزراء كان سيوافق، وحتى اذا اليوم بينعرض بيسقط طبعا. فاذا هون كان القرار بايد رئيس الحكومه مش بايد. على كل حال نرجع على موضوع تشكيل الحكومه، يومتها في مفارقه كتير كبيره بين من سنتين شو صار واليوم شو عم بيصير. اليوم 8 اذار بدها تشارك بالحكومه وتشارك بالحكم بحجم تمثيلها بمجلس النواب، ب 14 اذار من سنتين هن قرروا ما يشاركوا بالحكومه، وبالتالي هيدي يعني مفارقه اساسيه. طيب هتوقف اول مره مع الاعلان وبنرجع بنتابع بموضوع الحكومه وغيره من المواضيع. ونتابع نهاركم سعيد من الـ LBC مع معالي الوزير مروان خير الدين. يعني كمان بمسألة الحكومة، طب في طرح عم بيقولوا انه حكومة لا بتمثل لا قوى 14 ولا 8 أضهار، انه حكومة اثنيناتكم الفريقين بتكونوا اثنيناتكم برا، وخلي هذه الحكومة تشتغل على الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمواضيع السياسية الخلافية تذهب إلى طاولة الحوار. وين المشكلة بين الموضوع؟ من خبرتي أنا القصيرة بوجودي بالحكومة، انه اذا ما عندك وزراء تابعين بشكل او باخر لتيارات سياسيه اساسيه بالبلد عندهم ارضيه، ما فيهم يحكموا وزاراتهم. بتفوت انت بتشوف الهيكليه الاداريه الموجوده بالدوله اللبنانيه، جزء قليل 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 من الكوادر الموجوده بالدوله هو غير ملتزم وغير مرتبط باي شكل من الاشكال باي قوه سياسيه بالبلد. فاذا انت بتجيب فرضا وزير تكنوقراط، مع انه انا عندي قناعه انه كتير صعبه يطلع عندك مجموعه من اللبنانيين قادره انه تحكم وبتعرف البلد منيح ومن سياسي او ما عنده اتجاهات سياسيه جديه كثير صعب. يعني مثلا الملف النفطي ما بيقدروا يعالجوا ناس اختصاصيين بهذا الملف، لازم يكون في ناس سياسيين يعالجوا او ينتمون لتيارات أكيد سياسيه. اكيد اكيد ما في واحد يقول انه لا اكيد فيك اذا بدك فيك اذا في قرار سياسي وراها. اذا انت اليوم عم تعمل هذا الشيء غصبا عن القوى السياسيه بيعطلوا لمين ما تجيب. يعني اذا بتجيب انت حدا تكنوقراط بالزمانات اجينا كثير. طب حضرتك مش تكنوقراط ومش بلا بس عندي خلفيه سياسيه. لا عندك خلفيه سياسيه طبعا، بس ولكن اذا جيت بحكومه مثل ما بسموها حياديه، الا تستطيع ان تدير ملف من الملفات وان تحكم وزاره؟ حتما حتما. وفي مثل متيل وفي مثل متيل ولبنان، ولبنان رائد بقوى القوى البشريه والقدرات البشريه الموجوده عنده، ما نضحك على بعض. ولكن الموضوع هو بدك توافق سياسي، بظل توافق سياسي بين الافرقاء بدون ما يكون في تحدي من فريق الى اخر، شو ما بيتفقوا عليه بيمشي بالبلد. يعني بيجوا بياخذوا قرار انه بدهم يعملوا حكومه من 6 اشخاص مصغره تحكم البلد، يجيبوها كلها سياسيين تمشي، يعملوا حكومه من 40 واحد يجيبون كلهم تكنوكرات ويشتغلوا ممنوع الوساطه والواسطه كله بيمشي، بس بدك الاتفاق. اذا ما اتفقوا بيشلوا البلد. طبعا طبعا، ما هو هيك عم بيصير. ما شو حكينا نظام اي فريق في شل البلد اذا بده، وبدك لتمشي البلد الكل يكون متوافق. نظام راكب نظام سياسي اعوج، حتى لو جبت حكومه حياديه بنفس النتيجه رح تضل اذا ما في اتفاق سياسي. أي. اكيد الحكومه اليوم، خذ حكومتنا، من حكومتنا يمكن ما بعرف العدد يعني مش عددهم، بس نفترض يمكن في 15 واحد ما بحياتهم عملوا وزراء، اول مره بيعملوا وزراء. اوكي، شو فيك تعمل اذا ما في اتفاق سياسي؟ انه في منهم كتير ناس في طاقات بالحكومه تبعيتنا فيها تشتغل وتعطي جهد كتير كبير. شو فينا يعني ما بدا شيء. الملفات الاقتصاديه اللي اشتغلنا عليها انا ووزير الاقتصاد صديق نقوله نحاس، شو طلع منا انا وياه بهذا الموضوع؟ لما كان في دعم سياسي لنجرب نجنب البلد اضرابات، او لنجرب نجنب البلد تعطيل، او لنجرب نقنع الجهات بعض الجهات الاقتصاديه انه يخففوا وتيره الكلام عن الاقتصاد بالبلد. يعني البلد حكمته السياسي مش سياسيين، مش الوزراء. الوزير بيكون قوي بتنفيذ المهام تبعه او ضعيف بتنفيذ المهام تبعه وفقا للجو السياسي العام اللي بيدعمه. هيك مركب الدوله، ما فيك تعمل شيء. انه انت بتفكر، كثير ناس بيجوا بيحكوني بيفكروا انه انا وزير يعني صار فيه يعمل اللي بدي، انه بيعتبروا انه صار وزير يعني صار سوبرمان. ما فيك تعمل شيء اذا ما في اتفاق سياسي على اي خطوه بدك تعملها، ما فيك تعمل شيء. هيك طب النظام. طب يعني مين اليوم ما بده حكومه بلبنان؟ انا برايي ما حدا ما بده حكومه، بس كل واحد بده حكومه مثل ما هو شايف مصلحته. ايه طبعا. طب والكلام عن التدخلات الخارجيه، الفريق 8 أضار يتهم السعودية والأمريكيين، وفريق 14 أضار يتهم إيران وما تبقى. الكل منتظر السوري. الكل منتظر، وهذا شيء مؤسف إذا نحن بدنا نحكي إنه نحن بلد. الكل منتظر نتيجة ما ستؤول إليه الأمور في سوريا. فريق 14 أضار المدعوم سعوديا ينتظر
سقوط الرئيس بشار الأسد لكي يشكل في لبنان حكومة ويحكم دون مشاركة الفريق الآخر. والفريق الآخر يقول يا إخوان خلينا نعمل حكومة مش 8-8-8، تعال نعملها 9-9-6 أو نعملها 11-11-8 ونرجع نمرر هالمرحلة على خير ونضل بعدين لبنان قدر الإمكان عن ما يحصل في سوريا ونفك الارتباط نوعا ما إذا فينا نفك الارتباط. 9-9-6 ليش ما بتمشي؟ 9-9-6 بكونوا اثنين طرفين لا بتكون حليت بتكون فكفكت أول لغم من بوجه تشكيل الحكومة. يبقى بعدين عندك الغام كتير بعدين 3-4 وحدة بس هيدا أساسية. هيدا لغم حرزين هيدا لغم حرزين فكوا لهيدا خلينا نبلش بالبقية. يعني عم تجي بتقلهم لقوى 14 أعطونا تلضامن ونحن نعطيكم تلضامن وفوتنا على الحكومة. من مبدأ أنه لبنان لا يحكم أساسا إلا بالتوافق. من مبدأ أنه شرفوا يا شباب نتفق أنه على تحييد لبنان. تحييد لبنان عن شو؟ أنا رأيي أخطأ الفرقاء اللبنانيين كلهم بالتدخل بما يحصل في سوريا. عظيم. كيف بدك تجيب 14 إدارة يعودوا مع حزب الله يلي عم بيقاتل بسوريا؟ إجت بس يبطلوا يدعموا الناس اللي عم بيروحوا بحاربوا من الشمال ويبطلوا يبعتوا سلاح على هذا كل واحد. ما في حدا مش متورط بموضوع سوريا منشان حاجة نتخبى وراء اصبعنا وحاجة اللي صوته اعلى بالاعلام يحكي. حزب الله طلع بسوريا حارب، على القليل طلع الامين العام سيد حسن نصر الله وحكي هذا الموضوع ما خبيه. بس عم بيقاتل بطريقة منظمة، عم بيقاتل بما يشبه الجيش النظامي، مش انه عم بيروحوا افراد من 10-15 واحد من طرابلس او من شو، في الاف المقاتلين وبواخر السلاح. وين يبوي؟ لطفلة مش هيك اسمها؟ وين؟ هاي اللي كمشناها؟ خلي التحقيق هاي اللي كمشناها ترجي مع الوزير. وين التحقيق فيها؟ لخبرك ما أي تدخل مش منبعت برودة على سوريا مش عظيم هذا تدخل غلط. مش منبعت مقاتل على 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 سوريا غلط برأينا. يعني لازم الكل ينسحبوا؟ نحنا مشينا بمبدأ سياسة النقي بالنفس اللي ايه لازم الكل، بس هذا صار هلق مثل واحد عم بيخبر خبرية يعني إنه اليوم تورط الكل. يعني اليوم تورط الكل، كيف بدك تضبط ترجع الخبرية؟ كيف بدك ترجع؟ بده في عنا فخامة الرئيس يرأس طاولة الحوار الوطني. عظيم. خليهم يطلعوا يحكوا مع بعض. وإذا حدا خايف إنه منشان الصورة طالعين خي ما يتصوروا، يطلعوا يحكوا مع بعض. اللبنانيين ما فيهم يحكموا البلد بدون ما يحكوا مع بعض، كل واحد يستقوي بالخارج على 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 خيه وعلى ابن عمه بالبلد. ما فيك ما تحكي مع بعض. وعنا حظ إنه في شيء خلق اسمه طاولة الحوار الوطني. مش أفضل ما ننطر ليجوا يجرونا مرة حكيتها بظن معك على البرنامج، يجوا يجرونا بكرة مثل خواريف على شيء هونيك ضايعة بآخر معمر الله بشي بلد لنروح نحكي مع بعض؟ ما اللبنانية زهقوا من سان كلو لا 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 لوزان لجنير للطائف. دستور تبعك اسمه مسمى على اسم مدينة خارج لبنان، دستورك الطائف يعني. بعدين اتفاق الدوحة ليه؟ انه شو بيصرنا نحن انه منا رشدين يا اخي؟ كل واحد من هودي الزعمة اللي بيطلع بيحكي بتسمعه تعتبر بيحكم مش بلد، بيحكم الكون. إذا بده مش عارفين نقعد على طاولة نسكر البواب على حالنا ونتفق على مصلحة لبنان الآنية بظل ما يحدث في الشرق الأوسط؟ إنه شو يعني؟ إنه أسهل شيء تخرب بلد، أصعب شيء تعمرها. أصعب شيء تعمرها مش أصعب شيء أهين شيء تخربها. بس برأيك مع الوزير من السهل إنك تقاعد قوى 14 إدارية اللي تتهم حزب الله إنه هو يقاتل في سوريا وإلى جانب النظام ويقتل ويعمل ويعني كل الاتهامات تلصق فيه، وبالمقابل إنه قوى 14 إدارة متهمة بالعمالة للأمريكيين وللسعوديين وبالمشاركة بالمؤامرة ضد سوريا وضد حزب الله. هل من السهل إنه هول فريقين يقعدوا مع بعض على فرق طاولة بحكومة؟ أنا ما عم بدعي إنه هذا الشيء سهل. أنا عم بطلب وعم طالب إنه هيدا الشيء لمصلحة البلد. يبقى كل أفريقاء 8 أدار هن لبنانية، وكل أفريقاء 14 أدار هن لبنانية. وعندما عندما تمر هذه الموجة اللي أساسا نحن غير مؤثرين فيها يعني بكل ما يحدث في سوريا، بس ما هو الخلافات تنتقل إلى داخل مجلس الوزراء ساعتها شو يعني المشكل؟ مش أحسن ما تكون يعني يخرب مجلس الوزراء؟ مش أحسن عفوا إنه إذا فاتوا بالديمقراطية اختلفوا ببعضهم بالقرارات ما بيمشوا جزء من القرارات اللي مش رح يختلفوا عليها؟ أفضل من بلاش. مش أفضل يختلفوا على الطاولة ما يختلفوا على الشارع؟ مش أفضل يختلفوا على الطاولة ما يختلفوا بالإعلام؟ إنه اليوم شو عم نقارن لشو؟ عم نقارن عدم وجود حكومة بخلاف عمودي شاقق البلد بالنص بتصريحات إعلامية. بتعرف عملت طلبت أنا ولا مرة هي أعلنتها وكنت ناوي أعلنها بشكل رسمي أكتر ولكن نحكيها عندك. طلبت من عندي من الفريق بالمكتب يعمل لي جردي على محطات التلفزي الأساسية بالبلد وعدد ساعات السياسي اللي أنا هلق عم بعمل وحدة منهم من عبكرة بكير للساعة 11 وعشية المساء من 7:30 لساعة 11 بالليل. تبين أنه حوالي 80% من البرايم تايم
على التلفزيونات اللبنانية هو سياسي. هو سياسي. 80% من التلفزيونات ما بتعمل شيء غير جيب ناس مثل حكاية اليوم نحكي بالسياسي. هيدا الشيء أدى إلى شو؟ أدى إلى هالقد رفع وتيرة الكلام بالسياسي بسبب الخلاف الموجود طبعا. الخلاف هو الأساس. الخلاف بوجهة النظر شق البلد عموديا. اليوم انت الشعب اللبناني مقسوم. انا مسؤولياتهم هني كسياسيين يعرفوا انه عندما تمر هذه الموجة يعني ومنشقين على شو؟ على شيء نحن ما قلنا لا ناقة ولا جمل فيه ولا نؤثر فيه بأي شكل من الأشكال. يعني نحن اذا كان نحن اليوم مشينا ضد النظام في سوريا هل عندنا قدرة نحن انه اذا مشينا معه يسقط واذا مشينا مش معه نخليه؟ يعني لبنان في فرقاء لبنان بيقولوا هيك. لبنان هذا بالحكي في فرقاء لبنانيين عم بيقولوا وعم بيمارسوا هيدا يعني الحكي. من يدعم النظام يقول بانه هو الى جانب النظام حتى ما يخليه يسقط ويقال الى جانبه, ومن ضد النظام بيقول بالحكي. نحن مع المعارضه حتى تنتصر. نحن طرحنا كحكومه واعتمدنا باول مرحله من الحكم تبعنا سياسه النائب النفس. مين طبقها؟ مين كسرها؟ خلينا نبلش من هون. ما يعني ما تعرف العين بالعين والسن بالسن والبدء أظلم. مين كسره؟ هل أنا بسأل سؤال وما بدي كتير ناقش بالموضوع وما بدي أعطي حق لحدا أو لوم حدا. أنا بدي عملوم الفرقاء كلهم بهذا بموضوع تدخلهم سوريا. ولكن مين كسره بالأول؟ مين كسره؟ هل نحن كنا ضبطين حدودنا بالشمال؟ هل كنا ضبطين حدودنا بالبقاع؟ هل وقفنا تهريب السلاح إن كان على شكل فردي أو على شكل منظم من لبنان إلى سوريا؟ لبنان ما عرف يدير حاله بنائب النفس اللي كان حفظته أكتر وحصنته أكتر وقوته دوره كدولة أكتر. نحن ما عرفنا ندير نفس بصراحة. طرحنا شعار ما حدا التزم فيه. بس يا معالي الوزير ما حدا التزم فيه. هل حزب الله تدخل في سوريا على خلفية أنه هناك فرقاء لبنانيين فقط كانوا عم يتدخلوا قبله أو تدخلوا بنفس الوقت وياه, ولا بتوجه إقليمي واضح من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ لا, تدخل حزب الله إذا بتحكي معهم, بحكي لك مع العسكر تبعوا الحزب الله بيشرحوا لك على الخرائط, وهذا الشيء تم وشرحوا له فخامة الرئيس حتى وفخامة رئيس عسكري طبعا بحكم وجوده كان بمؤسسة الجيش اللبناني. شرحوا له أنه لما الجيش السوري قرر يعمل معركة القصير لو ما يكون في تدخل من جانب لبنان كان كل اللي بده يهرب من قصير كانوا اجوا صاروا على لبنان. انا مني عسكري وما في ناقش بهذا الموضوع, ولكن كان في نوع من اقناع لكل المسؤولين اللي شافون حزب الله لعبروا لهم ليش هن تدخلوا بسوريا بهذا الموضوع العسكري اللي انا ما بفهم بصراحه ما في ناقش فيه يعني. ولكن كان في سبب وعطوا هذا السبب. وانا برايي كان التدخل لحزب الله كان ما اخذ يمكن حيز هالقد كبير بالاعلام لولا اعلان الامين العام عن تدخله بسوريا اللي ما كان فيه هو ما يعلنوا, لأنه حزب الله بالثقافة تبعيتهم ما بيدفنوا الشهداء تبعولهم بالسكات بالسر. يعني بيعلنوا عنهم تماما. بغض النظر نحن بنرجع منأكد أنه اليوم لبنان مصلحته كان أنه يكون نائي عن نفسه بكل ما يحصل في سوريا, ولكن هذا لم يحصل من قبل الفريقين الأساسيين اللي لا سألوني لألي ولا سألوك لألك ولا سألوا جزء كبير من اللبنانيين إذا كان في مصلحة بهالموضوع ولا ما في مصلحة للبنان بصراحة. يعني اليوم أنت لما بلش ينبعت سلاح من لبنان غلي السلاح بلبنان, كتير ناس صاروا معتبرينها تجارة. لا, صار في فائض بالسلاح بلبنان. ما بعرف, فكان عرفت ما بعرف في كتير كميات فاتت على لبنان لتروح على سوريا وبقيت بلبنان. ما بعرف, ممكن وحياتك كله ما بعرف يعني. بس انه ممكن كله ممكن كله يعني. البلد سيب, البلد امنيا مكشوف. يعني بتحكي على الخطه الامنيه بطرابلس, انا بفهم اللي عم بيحكي النائب السابق علوش. يعني بفهم اللي عم بيحكي انه الناس شو بدها اخره النهار. الناس بدها تحس انه اذا صار في مشكل في بوليسي يا خيي بعد الناس اللي عم يخبطوا بعضهم. اما بموضوع الارهاب الدولي لا, اكيد مش دولتنا, اي دوله بالعالم. ما تنسى انه شوف امريكا وعظمتها صار فيها 11 ايلول. شوف بريطانيا وعظمتها صار فيها كمان التفجيرات اللي صاروا يمكن 7 ايلول مش مذكر او 9 ايلول. رح نرجع نحكي بي 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 بموضوع الامن والارهاب وكل هذه الامور, بس بدي كمل شوي بالموضوع اللي كنا عم نحكي فيه اليوم. بغض النظر عن كل شيء عم بيصير, يعني اذا حزب الله تورط كرمال القصير او غير القصير وبعده بسوريا وبحلب وبغير مناطق, او اذا قوى 14 اضرار عم تدعم الثوار, او عم تحكي حضرتك عن سياسة النائب النفس. طب كان في شغل كتير أساسية بهذا الموضوع بسياسة النائب النفس, هي إعلان بعبده. نعم. اللي صدر عن طاولة الحوار. طيب هناك من تنكر لهذا الإعلان, إعلان بعبده, وبمقدمة الذين تنكروا لهذا الإعلان هن حزب الله. يعني نائب محمد رعد قال هذا حبر على ورق وولد ميتا. من يعني اعتبر هيدا هو سبب, اعتبر ما في غيره لهذا السبب لهذا التصريح. اعتبر ما في ولا أي تصريح آخر يستوجب الحوار بين اللبنانيين. هيدا لحاله بيستوجب يرجع يقعدوا على الطاولة ويحاوروا. أنا نحن بس يعني هذه الطاولة تصل إلى نتائج, وهذه النتائج تدفن قبل أن تولد.
يا أخي شو نعمل؟ ما بنحكي مع بعض؟ معلش عفوا اعطوني الحل. يعني انا اليوم انه اليوم نحن جايين نحن كحزب ديمقراطي لبناني المير طلال ما بيفوت مناسبه ما يطالب إلا فيها ما يطالب فيها بالحوار. صحيح. نحن عم نحكي نحن ناس نحن ام الصبي بنعتبر حالنا او من امهات هالصبي اللي خلق فيه لبنان بنمثل بيت استقلال عريق. اذا عنده امهات كتار كيف امهات مش مشكله المهم ما يكون عنده بيات كتار امهات مش مشكله البي المهم يكون واحد نحن بندعي للحوار. ما عم نقول نحن انه الحوار هو مثل واحد رايح بنزهة وبس نجتمع اول مرة كل الامور بدها تنحل. نحن عم نقول ما فيك تحلها الا بالحوار لانه اخرة النهار بدك توصل لحوار. مر لبنان بحرب اهلية ضلت 15 سنة ما نحلوا المواضيع الا بالحوار. بعد ما كنا خسرنا يمكن 200 الف شهيد بلبنان مات خلال 15 سنة بين 75 89 90. يعني اليوم ما عندك خيار الا الحوار. بتجي لا انه طب شو بدك تعمل مشكل بعدين ترجع تقعد على الطاولة. لا في جزء كتير كبير من اللبنانيين مش الشعب اللبناني واعي لهذا الموضوع وواعي بصراحة انه جزء كبير من السياسيين اللي عم يحقنوا اليوم العالم هن ذاتهم مش اولادهم او بياتهم عفوا كانوا مرتين بالحرب الأهلية. زقنا سئمنا من هذا الموضوع. لازم يكون اليوم الضغط على كل واحد يضغط على اللي بيمون عليه أو على اللي بيسمع له ليطلعوا كلهم على طاولة الحوار يجتمعوا بلبنان ما نشرش حالنا نروح على برات البلد ومش مضطرين أبدا يكون في عنا ولا أي راعي. لبنان ممكن وقادر أن يكون دولة بتحكم نفسها إذا قرر اللبنانيين ذلك. أنا برأيي الشعب مقرر السياسيين مش ماشيين مع الشعب. شو الضمان أنك توصل لهذا الحوار لقرارات تنفذ؟ يا أخي افترض ما وصلت مش أحسن بتجرب ولا ما بتجرب؟ بتجرب ولا ما بتجرب؟ يعني أنت افترض ما وصلت بتضلك تجرب لتوصل. افترض كان عندك عقبات ما في مشكلة بالتجربة يعني. شو المشكل؟ عفوا شو المشكل؟ يعني انت جرب يعني ايام واحد بيجرب بأي شيء بحياته الخاصة مرارا وتكرارا ويفشل ويتعلم من فشله وبيرجع بيجرب ليرجع ينجح. انه اليوم اذا كان طولت الحوار صار فيها موعد دوري كل 3 أسابيع كل شهر كل 6 أسابيع اللي هي يعني بيشوف فخامة الرئيس كيف بيقررها وصارت تجتمع وتبحث بدون شروط مسبقة. شيء بدهم ما يبحثوا بهالموضوع شيء ما بدهم يبحثوا إلا بهالموضوع يطلعوا يحكوا مع بعضهم يا أخي وما يحطوا إعلام لأنه في أحد الفرقاء بشكل دوري بيضل يحكي أنه نحن ما بدنا نتصور ونعطي مثل صورة غلط لأنه نحن متفقين. يا أخي ما تصوروا يا أخي ما تصوروا طلعوا ما تتصوروا اجتمعوا بالسر ما تعلنوا عن اجتماعاتكم. ولكن ما بحياته الحوار بين الأطراف السياسية اللبنانية يعني حتى ايام الحرب كان منقطع مثل ما هو اليوم. يا اخي انتو كلكم بالنتيجة تعيشوا ببلد واحد لا يقسم لا امكانية لتقسيم لبنان. ما تعذب حالك اقتصاديا ما بيعيش وبالتالي مجبورين غصبا عنا نرجع نحن نقعد على نفس الطاولة ونتفاهم. انا اللي عم نادي فيه نحن انه نبلش نحكي من اليوم مش بعد سنتين ونبلش نحكي بدون ما يكون في عنا راعي جاي وحامل العصاية تبعيته بينكس كل واحد منا ما بيحكي مزبوط. بس ما هون المشكلة كمان هلا هالفرقاء اللبنانيين يلي عم تدعيهم ليقعدوا على طاولة الحوار عندهم الاستقلالية التامة بالتصرف بقرارهم السياسي والجلوس من دون مراجعة الراعي الإقليمي طبعا. شوف بلبنان تعودنا أنه قليل جدا عدد قليل جدا من السياسيين بيكون عنده استقلالية تامة فعلية بدون ما يكون عنده ارتباط بأي حدا أو بدون ما يكون عنده صداقات قوية بأي جهة. ولكن كمان تعودنا أنه لما يكون عندنا قياديين جديين بمركز المسؤولية هودي القادة بيحكوا مع أصدقائهم أو مع حلفائهم من وجهة نظر الند للند ويقنعوا الحلفة تبعولهم أو الدول الصديقة لهم بوجهة نظر معينة لمصلحة لبنان. يعني أعطي على سبيل المثال الله يرحم الشهيد رفيق الحريري دولة الرئيس إذا كان فرضا يواجه حالات أنه بلكي السعودية عم تتمنى أنه يصير شيء معين بالبلد هو منه شايفه 100% لمصلحة البلد كان عنده قدرة الإقناع كان روح يحكي معهم يوجه لهم يعني يحاول أنه يوجه لهم السياسي تبعهم بشكل أنه يكون دور زوايا مشان ما تتعارض مع مصلحة لبنان. ومش بس هو يعني هو وغيره كانوا يعملوا هالشيء مع السوريين ومع غير السوريين. نحن اليوم إيه بصراحة بقول لك في جزء كبير من السياسيين بلبنان ما عندهم هيدي القدرة وما عندهم هيدا المركز مع الحلفاء تبعولون وهن عرضة لأنه يجوا ينفذوا فقط ما يطلب منهم دون أن يناقشوا بمصلحة البلد وين. فعلا في عنا هالمشكلة وهالمعضلة ولكن بدك يعني بالنتيجة بدك تضلك تجرب وبدك تضلك تحاول وما فيك ما تجرب وما فيك ما تحاول وإلا ساعة تنسي البلد يعني. طيب شو المشكلة بإقدام الرئيس رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل حكومة بغض النظر عن يعني ما تريده كل الفرقاء السياسيين في لبنان؟
ما هو لبنان مش هيك، بس تعمل هيك بتكون عم تعطل البلد. يعني اليوم انا بخبرك فرضا لناخذ مثل، شو بتعمل شو بصير يعني انه فريق من الفرقاء بينزل على الارض بيحتل البلد، ما لا تسلم الوزارات، يعني شو المشكله اذا راحت هذه الحكومه على مجلس النواب واخذت الثقه وما اخذت الثقه؟ كل هودي ممكنين يعني انت ممكن اليوم يصير في عندك حركه تشل لك البلد لانه فريق او الفريقين مش مرتاحين للشيء اللي تقدم. ممكن انت تكون ساعتها رحت على مجلس النواب لتاخذ ثقة، ما تاخذ ثقة بتكون شو عملت يعني، بتكون عم تخربط البلد. لا، لبنان ما فيك تعمل فيه هيك. يعني لبنان اذا بتجي انت بتفوت بالتحدي ما بيمشي الحال. برجع بحكي ليه، لانه طب ليش هذا تحدي مع الوزير؟ ليش مش هيدي انه خطوة دستورية نص عليها الدستور وهي من صلاحية رئيس الجمهورية والرئيس المكلف؟ إيه؟ يعني ليش ما بتكون امور بهذه البساطة وتذهب الامور الى مجلس النواب؟ لانه لسوء الحظ البلد مش هيك مركب. لسوء الحظ البلد مركب، نرجع بنحكي بشكل انه اذا في اي فريق مش عايش بالشيء اللي عم بيصير فيه عطل هذا البلد، نحن هيك مركبينه. وبالتالي اليوم انت اذا كان في عندك فريق يقول انا اريد المشاركة، الفريق الاخر يقول له لا بدك انت تشارك باخف من هيك او اكتر من هيك، وزعل هذا الفريق فيه ينزل يعمل مظاهر وبياخد اذن وزارة الداخلية كمان وبشل البلد. وبشل البلد. ايه في يمكن اذا كم وزير ما عجبهم هذا الموضوع يمكن ما يسلم وزاراته، يمكن عم بفترض يعني. القصد انه نحن ليه بدنا نجرب لنشوف شو بيصير، ما زال عارفين انه إمكانية المشكل اكبر بكتير من عدم إمكانية المشكل. يتفضل يروح يبحثوا مع بعضهم وينحط شروط. يعني شروط اليوم اللي محطوطة على موضوع تشكيل الحكومة، شيل الرئيس سلام وجيب مين ما بدك محله، ما في شكل حكومة بهاي الشروط. طب شو المشكل مثلا بالمداورة بالحقائب؟ ما في مشكلة تبحث، ما في مشكلة الوحيد. بس مسألة السلسة معطل، بس انه احنا ما بدنا، اول شيء كان ما بدنا مرشحين للانتخابات النيابية، هلق راح هذا صار الموضوع بيناتنا صار ورانا. نحن ما بدنا وجوه نافرة استفزازية. شو الوجه الاستفزازي؟ انه خضرة من برا وحمرة من جوا وفيها بزر اسود بلش حرف البي. خلينا نحكي انه ما بدنا جبران بسيل. طيب ما بدنا جبران بسيل، فيك تركب حكومة بلا التيار الوطني الحر؟ اذا فيك روح ركب. بعدين اللي هو استفزازي لبعض الاشخاص هو بطل عند اشخاص اخرين. يعني شو الاستفزاز؟ نجي نصير نزت كلمات هيك تعريفات بالهذا. شو الاستفزازي؟ ما في واحد بلبنان استفزازي لشخص الا ما هو بطل عند شخص ثاني. صحيح. كيف استفزازي يعني؟ انه ما بدنا اشخاص استفزازي. طب خي تعال نعرف كيف بتعرف، اروح فوت على القاموس عرفها وربطها باسامي بلبنان، ما بيطلعوا ثلاث ارباع عن استفزازيه. عرفت يعني شو استفزازي؟ يعني بنجي بنحط شروط هيك بالهوى يعني. اوكي، ما بدنا استفزازي. بدنا مداوره بالوزارات، بنرضى بكل شيء ما يتداور، بس وزاره النفط بدنا ناخذها، وزاره الطاقه. يعني الحكي اليوم بدها تكون النوايا صافيه وبدها تكون القلوب بيضة بين الكل ليركب معك حكومه. ما بتركب حكومه بثلاث ثمانات ثلاث اتلات حكما، ما بتركب، بده كل واحد ياخذ رايه. ما بظن 8 أزار طالب أنه 14 أزار ما يكون عندها حصتها اللي موجودة بالبرلمان، بالمقابل ما فيها 14 أزار تطلب أنه 8 أزار تتمثل بعدد أقل. ما فيك تجي تفرض المداورة هيك بشكل أعمى، لأنه يمكن لازم يكون في بعض الأمور بدها تتراعى. ما فيك تجي تفترض أنه في وجوه استفزازية ما بتجي، واللي أكيد أنه ما فيك تجي تطرح أنه فلنشكل حكومة دون وجود المقاومة فيها، دون وجود حزب الله، لأنه حزب الله مكون أساسي من السياسي بلبنان. والجيش والشعب والمقاومة والبيان الوزاري، هناك من يطالب يكون إعلان بعبده البيان. شوف، إذا بتجرب تحل كل المواضيع ضربة وحدة بتفشل. لأنه وزنه يمكن طونه، ما فيك تحمل طونه. أنت فيك تحمل يمكن 50 كيلو، بدك تحلهم وحدة ورا الثاني بالحوار وبالحديث، بالحوار وبالحديث. طيب كل هذا الجو يعني متحدث عنه، خلينا نبلش من قصة التمديد لمجلس النواب لاستقالة الحكومة وعدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة. الكل يتحدث حاليا أنه نحن نتجه كمان إلى فراغ في رئاسة الجمهورية. هل فعلا هذه الخشية موجودة؟ أكيد موجود. وليش بدها تكون موجودة؟ لأنه يعني إذا أنت ليش لما مجلس النواب ما بيقوم بدوره بيروح بينتخبوا رئيس؟ لأنه أنت نظامك السياسي، نرجع نحكي قدرة التعطيل فيه كتير سهلة. أنت نظامك السياسي لم يستطع خلال 7 أشهر أن ينتج حكومة. أنت نظامك السياسي في حكومة كل ما تجي بدها تحكي أنه بدها تجتمع جلسة استثنائية تعلو الأصوات من شيء ما تجتمع، وبتكون عم بتأخر شغل البلد وعم بتعرقل شغل العالم بدل ما تكون عم تمشي شغل العالم. أنت حكومة جيت وصلت على انتخابات نيابية كان عندك وضع أمني غير مستقر، ما عرفت تعملها الانتخابات النيابية. أنت شو اللي بيأكد ولا رح تعملها؟ شو اللي بيأكد لك أنت أنه أساسا مجلس نواب بيصير في كورم وبيجتمع؟ ليش ما بده يجتمع؟ شو السبب يعني؟ يا أخي مش عم يجتمع اليوم على اشياء كتير ابسط. عم يجتمع بس هذا في انتخاب رئيس جمهوريه، في استحقاق دستوري، على اشياء كتير ابسط موعده معروف وسهل انه يتم انتخاب رئيس جمهوريه، على اشياء كتير
برأيك سهل ينتخب رئيس جمهورية أنت؟ أنه في مرشحين يترشح ويختار ويختار مجلس النواب. إجراء سهل إيه بس ما تبسطها لهالدرجة. مش عم بسطها. يعني أنت اليوم برأيك أنه انتخاب فخامة رئيس جديد للجمهورية أهين ولا تعيين حكومة أهين؟ خلينا نفترض بنفس الصعوبة. شو المشكلة يعني شو المشكلة بانتخاب رئيس جديد حاليا؟ إذا الوضع استمر على ما هو عليه. ما في اتفاق بين السياسي يا أخي مش عم يجتمعوا. اتفقوا على شخصية يعني وخي مش عم يجتمعوا مع بعضهم ليحكوا بأسخف الأمور بدون يجتمعوا يلتقوا مش عم يعرفوا يشكلوا حكومة بدك يعني ينتخبوا رئيس جمهورية يا ريت نحن مع عدم وجود أي فراغ في أي من السلطات في لبنان حتما ونحن مع انتخاب أي رئيس جمهورية ديمقراطيا ما يعني ديمقراطيا بمعنى عدد الأصوات تبع النواب ولكن أنت شو اللي بيأكد لك أنه بيصير في جلسة اليوم كل واحد عم بيقاطع الجلسة حسب ما هو شايف مصلحته أو عدم مصلحته ومجلس نواب ما في يكون صرنا بالعرف يعني ما في يكون اجتماعه دستوري إذا في فريق مغيب فبكرة افترض انطرح فلان وهيدا بده يعجب أحد الفرقاء السياسيين وما رح يعجب الفرقاء السياسيين تانين ما بيحضروا أو فليتين بيعجب الفريق الآخر وما بيعجب الفريق الأولاني ما بيحضروا وديك يعني عندك أنت اليوم المؤسسات معطلة لأنه ما في وفاق ورؤية سياسية واضحة للبلد نحن طبعا نتأمل أنه من هون لتاريخ انتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان يكون الأفرقاء السياسيين جلسوا إلى طاولة الحوار وحطوا خطة ولو خطة مبسطة لوين بدنا ناخد لبنان بالمستقبل بس فعليا إذا بدك تحكي فرضية أنه لو بكرة على بكرة انتخابات رئيس الجمهورية ما بتصير بمجلس ما بتصير اليوم النائب السامي الفرنجي طارح أنه تصير بالنص زائد واحد يعني يكون النصاب النص زائد واحد ممتاز خلي هذا يكون أحد المواد الحوارية على طاولة الحوار قد يكون جدير بإقراره قد لا يكون أنا يعني أنا أعتبر ونحن دعينا ونلتقي مع سيد حسن نصر الله بهذا الموضوع مع غبطة البطرك بهذا الموضوع نحن طرحنا كحزب عقد اجتماعي جديد طرحنا نحن صار لازم نفوت بجمهورية تالتة سيد حسن نصر الله مش بس عقد اجتماعي جديد جمهورية تالتة جمهورية تالتة يعني نظام جديد يعني غير نظام الطائف جمهورية تالتة ايه الطائف اثبت حتى اليوم مع انه مش مطبق 100% الطائف اثبت حتى اليوم فشلوا شو المتالتة يعني النظام الجديد مش بالضرورة لا ليه بدك تفترض المتالتة لا خلينا ننطلق بنظام جديد بعدها بالمناصفة بس خلينا ننتقل لنشوف كيف بتوزع السلطات كيف بتبني نظام ما بيعطل نفسه عند اول كوع يا اخي ما بده شيء ما النظام انت اللي عندك الاوبريتنج سيستم تبعك النظام التشغيل اللي تبعك اللي هو الدستور من 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 تاريخ خروج السوريين اللي كانوا فعليا هن العرابين تبع الحكم في لبنان من تاريخ خروجهم لليوم ولا مرة عرفت تشكل حكومة بجمعة ولا مرة كل مرة تاخد أشهر تاخد اليوم نحن صرنا 7 أشهر ولم نتقدم فشخة واحدة يمكن بموضوع تشكيل الحكومة وإذا منضلك بتضلك سنة بعد طب هذا نظامك لازم تفكر كيف بدك تغيره لازم تفكر كيف إنه تفكر كيف بدك تخليه يتطور بدك تطوره تبدل بأسس هذا النظام يعني بدك تطوره يروح من المناصفة إلى محل تاني ما حكينا بهذا الموضوع وأنا نحن من أكثر الناس اللي بيدعوا كحزب على إبقاء وجه لبنان المشترك الإسلامي المسيحي مناصفة مش بالضرورة أنت اليوم تكون دايما يعني مشكك بنوايا شريكك بالوطن خلينا نروح على الجمهورية بفرنسا يعني صاروا بالجمهورية الخامسة يمكن بفرنسا طب نحن اليوم جربنا الطائف صار له من سنة 90 صار له 23 سنة أثبت بالفترة الوجيزة اللي لبنان فعليا كان فيه يحكم حاله فيها 8 سنين اللي مضوا اللي من تاريخ خروج السوريين من لبنان أثبت عن فشل ذريع إذا ما عندك واحد عراب كامش الشباب كلهم ما في شيء بيصير بالبلد كمان يمكن الممارسة أثرت كمان يمكن الذين تواجدوا في الحكم كمان ما عدروا يطبقوا هذا النظام وعدم تطبيق الطائف أصلا صحيح. بشكل سليم مزبوط. يعني أنت اليوم مثلا نحن جينا بالطائف شلنا صلاحيات رئيس الجمهورية وعطيناها لمجلس الوزراء ايه مش لرئيس الوزراء هيدي في خلاف كتير كبير عليها لليوم نحن بمجلس الوزراء من طالب صار لنا سنين مير طلال من يمكن من 10 سنين رفع الصوت هذا يمكن أكتر بنظام داخلي لمجلس الوزراء طيب. لتعرف أنه أنت اليوم صار في عنا نحن حالتين اللي هن بس هيك بيتورخوا دستوريا من معناهم دستوري اول حالة بحكومة الرئيس حريري الله يرحمه عندما صار في تصويت على الزواج المدني تصوت على الزواج المدني اخذ اكثرية الاصوات بمجلس الوزراء قرر رئيس الحكومة ان يضع هذا المشروع في الدرج ونوضع بالدرج لليوم بعد ما اقر مع انه مجلس الوزراء صوت عليه الطائف لم يعطي الحق لرئيس الحكومة انه يكون عنده فيتو على قرارات مجلس الوزراء ما اعطى هذا الحق ولكن ما ذكر بالنص مثل ما ذكر له الرئيس الجمهورية انه خلال 15 يوم اذا ما كان ماضي بيمشي فهيدي بدها هيدي بحث
هل يا ترى نحن شلنا صلاحيات رئيس جمهورية واعطينا فيتو لرئيس الحكومة مين ما كان يكون؟ ما عم نحكي عن شخص يعني، عم نحكي على منصب رئيس الحكومة. بحكومتنا نحن صارت، بحكومتنا نحن بإحدى الجلسات بشهر آب الماضي أخذنا قرار بموضوع سلسلة الرتب والرواتب، خليه رئيس الحكومة عنده لأنه كان في مراجعة معينة بده يعملها، قد يكون على حق، ما عم ناقش إذا معه حق ولا ما معه حق، ولكن قرار مجلس الوزراء كان قررناه للسلفة. ضلت موضوعها بالدرج، رجعنا درسناها وبعد 6 أسابيع أو 7 أسابيع أخذنا قرار آخر هو اللي مشي. وبالتالي في أمور بنيوية بالدستور تبعنا بدها تنبحث. نحن حكينا بمجلس الشيوخ، حكينا بالمركزية الإدارية، حكينا بإلغاء الطائفية السياسية، كلهم شو عملنا فيهم هون؟ ماشي لحد طيب. تمام. وقفتني مرة مع الإعلان ومنتابع نهاركم سعيد. ونتابع الجزء الأخير من نهاركم سعيد مع معالي الوزير مروان خير الدين. بعد هيك سؤال له علاقة بمسألة رئيس الجمهورية والحكومة، بين التمديد والفراغ، نعم، أيهما تختار؟ نترك الأمور لوقتها. مبدأ التمديد بكل المهل الدستورية منه مزبوط، عيب، منه مزبوط بس عيب. صار عرف بلبنان. أنا برأيي إذا نبلش نبحث كقوة سياسية بين هذين الخيارين بنوصل لواحد منهم. نحن بدنا نضل نقول أنه في انتخابات، يجب أن تجري هذه الانتخابات بوقتها، يجب أن يتم انتخاب رئيس جمهورية بالمهل الدستوري المنعطات للبنان. إذا بنرخي شوي أنا برأيي بنوصل على واحد من الخيارين اللي هني كتير سيئين نسبة لخيار أنك تتخب أنت دستوريا وتعطي صورة حضارية عن لبنان، مش صورة عن لبنان كما هي اليوم، أنه غير قادر على حكم نفسه، يعني مثل كأنه عم نعزم نحن الغريب ليجي يحكمنا. نحن لازم انه لا نتوافق على رئيس جمهورية ونذهب لانتخاب رئيس جمهورية بوقته. وما بظن اساسا بعد موضوع التمديد او الفراغ مطروح بشكل جدي بين السياسيين، يعني عم يطرح كتير بالاعلام كمادة للنقاش وافتراض. نحن بالنسبة لنا منقوم بواجباتنا، النواب والكتلة النيابية اللي معنا بالحزب بتروح وبتصوت لانتخاب رئيس جمهورية. إن شاء الله منوصل لهيدا الحل، ما منوصل لا للتمديد ولا للفراغ. مع الوزير، يعني بدي أحكي معك بموضوع هيك لفت الرأي العام، هو مسألة سجن رومية وما جرى في سجن نعم. في سجن رومية. أول شيء فيك تسمي هذا الأمر بأنه فضيحة مالية؟ أكيد مينيموم. يعني مينيموم، لأنه هيدي شوف بلبنان يعني بتسأل أي كان بلبنان على إذا كان في سرقة وفي اختلاس وفي تزوير وفي تركيبات وتزبيطات بتصير بصفقات مع الدولة، ما بظن في 2 لبنانية بيختلفوا إنه هذا الشيء بيصير بشكل يعني بشكل دوري. ولكن من المرات القليلة اللي أنت بتكمش شيء من هذا النوع من أوله لآخره والدليل بعده موجود، هو هالمبنى هيدا بحبس رومي. بس للتذكير، يعني حكينا امبارح انا وياك على الاخبار يمكن طلعت هذا الموضوع، ولكن للتذكير للي ما بيعرف بالموضوع، تضرر كتير المبنى دال، احد المباني الموجوده بحبس رومي تضرر كتير من جراء الانتفاضه اللي صارت بال2011. تكسر فيه كتير بواب، تكسر فيه شبابيك، اوض تدمرت، حيطان انشالت من محلة، بواب اتعوجت إلى مهنالك بشكل صار هالحبس هيدا غير قابل للاستعمال كحبس. يعني كان آخر فترة ما في غير البواب البرانية بسكروا والمبنى جوا فلتين بيسرحوا بيمرحوا السجناء بيعملوا اللي بدهم دون أي قدرة لقوى الأمن أنه تدير الحبس كحبس. تاخد قرار بحكومة سابقة بظن بحكومة الشيخ سعد الحريري أنه ينعطى بشكل استثنائي، ينعطى مبلغ 14 مليون ونص دولار للهيئة العليا للإغاثة وينطلب منها أنه ترمم هذا السجن. باشرت الهيئة بترميم هذا السجن علما أنه الهيئة مش مسؤوليتها هالشيء، الهيئة مسؤوليتها إذا صار فيه كوارث طبيعية تروح تتدخل مع اللبنانيين لتساعدهم، مش شغلتها ترمم أبنية. حكومتنا اجت صوبت هذا الامر وحولت ما تبقى من الاعتماد من 14 مليون ونص دولار حولتهم لمديريه الابنيه بوزاره الاشغال، لوزاره الاشغال مديريه الابنيه لتكمل
الشيء اللي كان بلشته الهيئة العليا للإغاثة. بس كانوا هم مخصصين للمبنى دال ولا بس للمبنى دال؟ عمل فيهم شيء تاني بالسجن. فقط للمبنى دال مخصصين 14.5 بناء على تقديرات عملت انه هيك بكلف المشروع. يعني حتى ما كان في دفتر شروط واضح بيحدد شو الاشياء اللي الضرورية, شو الاشياء الاقل ضرورة الى ما هنالك. خلص انه طلعوا قرار ب 14 مليون دولار, انصرف منهم مبلغ من قبل الهيئة العليا للإغاثة, اشتروا فيه بواب بظن اذا مش غلطان زبطوا في قاعة المحكمة تبع الاسلاميين لمحاكمة الاسلاميين. انصرف يعني مبلغ استخدم بغير ما بغير محل, استخدم جزء منه ب ب ب من الهيئة العليا للإغاثة, وتحول 8 مليون دولار لوزارة الأشغال لصالح مديرية الأبنية لتكمل الشغل اللي هذا. تم التزام هذا المبلغ عبر استدراج عروض منشان يعجلوا, منشان ما لأن بدك تعمل مناقصة بتاخد وقت ونشر وعارف شو. استدرجوا عروض وفقا للقانون, اجا مقاول قام بالعمل اللي اوكل لقله. وزير الداخلية حب انه يطلع على الشغل اللي معمول قبل ان يتم نقل السجناء الى المبنى, فذهب الى المبنى ورأى الفضائح في هذا المبنى وكيفية تنفيذ المقاول. عمل منا بالإعلام قصة وطلب من اللجنة رسميا, بالرغم انه نحن تصريف اعمال ولكن برجع بحكي ما فيك تهرب من مسؤوليتك لو انت تصريف اعمال. طلعنا نحن كلجنة وزارية برئاسة دولة الرئيس سمير مقبل, طلعنا على المبنى دال بسجن رومي ورأينا بأعيننا العمل اللي معمول هناك, اللي هو كتير يعني بدون ما واحد يكون عنده خبرة بيعرف انه المبالغ المصروفة لا يمكن تكون كلها مصروفي بهالمبنى بدون ما واحد يكون عنده خبرة. يعني لا أنا مهندس, بس الرئيس مقبل مهندس. فتنا شفنا مثلا بواب يعني في هدر واضح بدون شك كتير, مش شوي, بدون شك وكتير. طيب. بدون شك وكتير. وعم بحكي أنا ما عم بحكي بس فقط من باب أنه والله نحن رأينا أنه ما هذا, لا ما كمان نحن من باب الوقائع. ايه بيبقى انت بتطلع بتشوف انه هو اخذ منك كذا على البوية, بتشوف انه مدهون البوية مثلا على ابواب مش محفوفة, مدهون على ابواب متعوجة ما بتسكر, الحبس اليوم ما فيك تستعمله, الحمامات مش ماشي, اللمبات مدندلة مما اي محبوس فيه ياخذ اللمبة ويعمل اللي بده فيها بدل ما تكون مسكرة بالطرق السليمة, الشبابيك موجودين مدهون الحديد تبعهم ما فيهم زجاج. يعني بتطلع بتعرف انت انه اللي معمول بنية انه ما بحياته حدا يشوفه. ليه؟ لانه هو لو عند انتهاء المقاول من أعماله لو يأذن وزير الداخلية للحبس لإدارة الحبس أنه تنقل المساجين إلى هذا المبنى كانت انتهت العملية, كانت انتهت. مين بده يفوت يشوف لما بيصير فيه في المبنى 1000 سجين؟ كيف بتفوت بتشوف إذا البوية مزبوطة ولا إذا الشباك مكسور ولا مش مكسور؟ كان خلص كانت يعني كانت ممكن أن تكون الجريمة المثلى, لأنه كنت فوت المساجين ما كان حدا عرف, كانت خلص انتهت الخبرية, كل واحد أخذ مصرياته وارتاحوا الشباب. عندك موضوع الكماليات اللي انصرف عليها مصاري, مثلا أنه يمكن بالحبس لزمهم سيارة إسعاف, بس أكيد مش أربعة, أكيد مش أربعة, وأكيد إذا لزمهم أربعة بدأ قرار, مش انه والله انت بيكون بالحمام ما في مي وبتشتري سيارة امبولانس. وبالسعر قديه الاسعار؟ يعني بموضوع الامبولانسات مبين بكرة التحقيق طبعا مش شغلتنا يعني, بس مبين انه كمان في السعر اللي منبيع فيه سعر كتير اكتر من سعره بالشركة. يعني بده ينشاف, بس هيدي نحن كلجنة وزارية شو شغلتنا؟ نحن اعتبرنا او حسينا انه في شيء غلط, واجباتنا انه رفعنا هذا الموضوع بتقرير كلفنا فيه شركة هندسية عالمية اجت عملته, رفعنا هذا التقرير الى مقام مجلس وزراء الى دولة الرئيس, وعملنا جلسة معه نهار التنين على اثره. الرئيس اخذ قرار يدعي الى اجتماع مبارح نهار الاربعاء المدعي العام, مدعي عام تمييز ومدعي العام المالي ورئيس التفتيش المركزي, دعاهم لاجتماع بوجود وزير العدل وسلمهم القضية. واليوم التحقيق مش شغلتنا نحن كلجنة وزارية, لا نحقق ولا نمد أصابع. أنا مني لقليب على المستوى الشخصي بأكد أنه مش ممكن ما يكون في شيء فيها تركيبة بشي محل هاي الشغلة. يبقى على القضاء أن يرى إذا كان في مخالفات قانونية لجهة التلزيم, يبقى على القضاء أن يقدر عبر تقارير هندسية إذا كان الشغل اللي معمول بكلف المصاري اللي مدفوعة ولا إذا في اختلاس أموال. هيدي القضاء يتابع هذا الموضوع. نحن ما عندنا لا صلاحية ولا قدرة أنه نعمل نحن كلجنة وزارية, إنما نحن نقول طلعنا يمكن لأول مرة نائب رئيس حكومة ومعه 3 وزراء باللجنة, وزير العدل ووزير الداخلية وأنا, طلعنا نحكي أنه نحن برأينا في فاول هون, في فاول كتير كبير, شرفوا حققوا فيه, وأكدنا نحن مع جميع الأطراف أنه ما في سقف
على أحد بهذا الموضوع، ولن يغطي أي سياسي أي شخص متورط في حال كان وجود في وجود لمتورطين، برأينا في وجود لمتورطين، ولكن خلينا نشوف نتيجة التحقيق. طب هذه الأشغال يا معالي الوزير ما كان في حد عم يشرف عليها عندما كانت تمثل يا أخي؟ ما هو وزارة الأشغال بلا بلا، بس أنت بتفوت بنقاش ساعتها بلا، وزارة الأشغال المفروض تشرف عليها، والمهندسين بمديرية الأبنية بوزارة الأشغال بتسعة أشهر طلعوا ثلاث مرات على الحبس، بس ثلاث مرات لازم يطلعوا هني 60 مرة يمكن. ليش طلعوا ثلاث مرات؟ طيب ما بتجي بتشوف شو مسؤولية وشو عليهم أبني يتابعوها وشو عندهم مشاريع وكم عددهم، بتفوت ساعتها بالهيكلية الإدارية بيطلع لك أنت أنه لازم يكون في إكس من الموظفين، اليوم موجود 10% منه، يعني أنه أنت اليوم سهل كتير أنك تزت المسؤولية. إيه بس هالمهندس يلي طلع كشف حتى لو ثلاث مرات بيلاحظ غلط، فيه يقول فيه غلط هون، هذا الشغل لازم يتوقف 100%، وهذا التحقيق أكيد بده يسأل هالأسئلة هاي. ولكن أنا كمان بدي أحكي أنه اليوم الغلط ما ممكن يصير إذا في غلط إلا ما يكون كمان المقاول فايت بالخبرية، يعني اليوم انت انه اذا اجوا كلفوك تعمل شغلي وانت قررت انك تعملها بالشكل المطلوب منك، لو ما كان في واحد فوق راسك كل النهار تعملها بالشكل المطلوب طبعا بكنفذها وفق دفتر وبالتالي شروط الموضوع. وبالتالي انا مني بموقع اني يعني انا اليوم صراحة في ناس عم تحكي انه بتعرف هذا المقاول من سنين، انا ما بعرفه، انا شخصيا ما بعرفه يعني ما بهمني اني يكون بعرفه اساسا، ولكن في ناس عم تحكي معي انا انه يا عمي طولوا بالكم خلي التحقيق ياخذ مجرى، هيدا زلمه نحن بنعرفه من سنين وسنين وهو من اقدم الاوادم، وبالتالي خلينا ننتظر نتيجه التحقيق، قد يكون المقاول مش على خطا، قد يكون اللجنه الوزاريه على خطا. يعني وين قد تكون المشكله؟ بدفتر الشروط، بالدراسه اللي عملت بالاول، وين المشكله قد تكون؟ بكل المحلات بكل المحلات بصراحه بكل المحلات، يمكن دفتر الشروط مش واضح، يمكن المقاول اشتغل شغله ولكن اشتغله بشكل يمكن نوعية أقل من ما كان مفترض أو أقل من المصاري اللي دفعت له، ممكن وزارة الأشغال يكونوا عاملين تقارير وما حدا رادد عليه، يعني خلينا نشوف، ما عندي كل المعطيات، بس أنا اللي بعرف أنه نحن كدولة لبنانية دفعنا مبالغ كتير كبيرة على هذا المبنى، كان مفروض هذا المبنى يصير صالح للاستعمال، لليوم منه صالح للاستعمال، لليوم بدك ترجع تجي تصرف عليه ما لا يقل تقديريا عن يمكن 4-5 مليون دولار تصرفوا زيادة 5 مليون دولار يا أخي، ما فيش ببيك وكما السلام ما فيش ببيك، وما في مي بالحمامات عند السجنة، ما في مي، اللمبات متدلية، البواب ما بتسكر، شو عم تحكي أنت؟ كيف بدك تستعمل حبس؟ أنه أنت بدك تستعمله زريبة ولا حبس؟ لا نحن بنية حبس، ما بنية زريبة، ما بنية نفوت 1000 واحد ويصفي، إذا عسكري بفوت بيخطفوه، ما بذكر كم مرة يفوتوا على يحجزون للعسكر مع سلاحهم، نحن ما بدنا، بدك تعمل حبس، بدك تعمل حبس مثل عالم البشر، الحبس اللي مثل عالم البشر منه موجود اليوم بالمبنى ده، بتطلع عليه بتشوف. أنا بخبرك أنا كوزير بالحكومة ويمكن كنت جزء من هاللجنة اللي تعاطت موضوع السجون، أنا على دوري أنا بإمضايتي ما برضى أنه يكون في محبوس ما مأمن له أقل 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 المستويات تبع الإنسانية. بخي شو ببيك ما في بالأوض، ما بكرة جاي الشتاء شو بيعملوا الشباب؟ شو ببيك ما في وكماي ما في بالحمام، بس ماي ما في، يعني في اشياء غير مقبوله، لو شو ما كان يكون انه انت هيدا مجرم وهو ينال عقابه بالحبس، بس انت ما بدك تفوته مجرم صغير تخرجه مجرم كبير، انت بدك تفوته مجرم تخرجه يقدر يكون عضو عامل وفعال بالمجتمع اللبناني بكل بلاد الحضاريه، بتفوته مجرم بتخرجه حداد، بتخرجه نجار، بتخرجه عنده نوع من مهني في يعملها في مارسها، الا عنا نحن بفوت مجرم صغير بيطلع مجرم كبير. يعني ما صار هو سجن رومي كجمهوريه مستقله داخل هذا البلد يا خيي، يعني حتى امنيا غير مسيطر عليه بالشكل اللي يلي بتعرف ليه؟ يجب يسيطر عليه، تعرف ليه؟ من وراء تقصير الحكومات من 60 سنه لليوم، لانه الحبس لما انعمل ل 1050 سجين، كم واحد في اليوم؟ 5000، وعفوا ال 5000 موجودين بعدد من الابنيه، في 2 اخذينهم الجيش وقوى الامن عم يستعملون هن، يعني في بنايتين من اساس المباني تبع الحبس اللي هن على الاقل هن اساسا كانوا معمولين ليساعوا 400 أو 350 سجين، هودي مش داخلين من ضمن لها، يعني انت محل مفروض يساع 600-700 واحد حط فيه 5000، كيف بدك تديره؟ كيف بدك تديره؟ طيب بس يعني كمان يعني في كمان تقصير من بعض يعني ببعض المحلات، انه وقت هالسجين بيتمكن من ادخال من المخدرات للمتفجرات، يعني مزبوط، مش انه عم يفوتوا شغله، يعني 100% انه تعال بسال سؤال، انه بتحاسب انت ولازم تحاسب، انا بسال شو الدورات التاهيليه اللي عم تنعمل لقوى الامن اللي عم تدير السجن لناحيه اداره السجون، شو المعدات اللي عنده اياها الضابط المسؤول والقوى الامنيه العناصر، مش عم دافع عنه انتبه، بس انه شو المعدات اللي عنده اياها ليكشف هو متفجرات، انه انا بخبرك شغله انه كم في واحد من عناصر قوى الامن انه اذا فتح السندويشي بيعرف يفرق بين هيدي الماده والحلاوه،
انه قال لي بالساندويش مثلا بلا انه انا مخبرك يعني كيف طب انه كيف تكمشها كيف تكمشها كيف تكمشها انه ما بدك واحد يكون بيعرف بدك مكانات بدك استعمال ملك ما في لاقط شو اسمه هذا الكاشف كاشف اللي بيكشف على اذا واحد فوت معه شيء حديد ما في عندك مش ماشي بالحبس يعني حالي يرثى لها نطلب نحن دائما يعني نحن بانتقادنا ننتقد كما انه نحن بسويسرا يعني انه الاداء تبع قوى الامن بالمقابل نحن مش عاطينهم معدات كما وانه هن باخر دوله باخر محل بالعالم يعني ما بدك انت تعطيهم وترجع تحسبهم يعني بخبرك شغله مثلا مطار بيروت طب ما هي القوى الامنيه هي ذاتها اللي بتدير هون طب ليه مطار بيروت ما عندك حوادث امنيه عم تصير ليه مطار بيروت اذا انت حاطط فرد على جنبك بيكمشوك لانه في معدات ولانه في تدريب طب الحبس هو معنا معدات كاشف حديدي معنا متل ديتكتور معنا بالحبس ماشي معنا سكانر مثل العالم والبشر بس كل هيدي السنوات وكل الاحداث اللي بتصير بسجن رومية حديث هلا كل هذه الحكومات التي تعاقبت ما قدرت تعمل حكومتنا اجت حكومتنا بناء على تقرير عملته اللجنة اللي أنا عضو فيها أخذنا قرار للمرة الأولى بإعادة النظر بوضع السجون كله بلبنان كلفنا كمان شركة عالمية طويلة عريضة تعملنا دراسة لبناء 4 سجون رئيسية بلبنان ليصير في عنا قدرة نستوعب 5000 سجين بشكل حضاري وبشكل مرتب اللي هو عدد السجن تقريبا اللي موجود بلبنان والخطة ماشي والدراسة صارت مكتملة ونتأمل على الحكومة الجاية تكون هيدي واحدة من قراراتها الأساسية يبنوا مجبورين نبني سجون جديدة يعني حبس رومية هو السجن الوحيد اللي منبنى عنا بشكل عصري وحضاري ومعمول بالستينات صاروا 60 سنة صحيح. الحبوس الثاني بتعرف من أيام العثمانيين والفرنسوية بعد مستعملها يعني حبس طرابلس مثلا كان زريبي للخيل عملوا حبس يعني عندك وضع غير إنساني ووضع غير منطقي بالحبوسي مضطر أنت كدولة أنك تطوره وتبني شيء جديد لما بتبني شيء جديد وبصير في عندك القدرة أنك تدير الحبس بشكل عصري تضبط كل شيء ساعتها بتضبط المساجين بتعلمهم بتحسنهم بترتبهم مش يعني اليوم أنت عندك مقسمين السجناء بحبس رومية 3 أقسام أساسية الكومن كريمينالز إذا بدك يعني اللي جرائمهم صغيرة حرامية أو هذا هودي لحالهم الإسلاميين لحالهم وتبعوا الإسرائيل لحالهم لما بدو ينزلون على الملعب بدو يكون ما في ينزلهم مع بعض بصير في ثورة بالسجن بيدبحوا بعضهم بينزلوا أول فريق بس يخلص دوره بيطلعوا بيتأكدوا أنه سكروا عليه البوابة نزل فريق تاني يعني عندك إدارة للحبس ما فيها أقل المعايير الدولية يعني بس مثلا الموقوفي فتح الإسلام يعني عنده سهولة بالاتصال وبالتخطيط وحتى المجموعات الإرهابية يعني اللي عم تنكمش حاليا وكانت أخيرا المجموعة اللي كمشها الأمن العام حتى هذه المجموعات إلى التواصل مع هؤلاء الموقوفين داخل السجن مزبوط 100% لأنه في تليفونات داخل السجن في سلاح داخل السجن سلاح أبيض يمكن يعني سكاكين وهذا وكل شوي بيكمشوا عصي وما بعرف شو يعني إيه لأنه فالت السجن فالت بس أنا اللي عم جرب قوله أنه أنت حسن وضع السجن أعطيه قوى الأمن القدرة أن تضبط السجن وتديره بشكل مزبوط وبعدين حسبها مش تحسبها أنه هي ما عم بتدير وهي ما فيها تدير يعني إذا الأمن بالسجن فالت يعني جيب, جيب, جيب السويسران اللي بيديروا أحلى حبوس يمكن بالعالم بسويسرا ما فيه يديروا سجن جيبوا يديروا سجن رومي بيعملوا يمكن نتيجة أسوأ من الشباب لانه ما عندك القدره بدك تعطيهم يعني اعطيهم قدره وحسبون مش تحكي عليهم وتحط لهم شروط هن عاجزين عن 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 انه يقوموا فيها طب اذا الامن بسجن رومية فالت بالبلد كيف توصفه اليوم فالت كمان ليك مكشوف لبنان لبنان مكشوف الامن فالت بمعنى انه فالت لا بنعرف نحن الامن منه فالت لا وبالعكس الامن باغلب المناطق اللبنانيه منه خصوصي كامن سياسي يعني ليك لبنان ساحه مفتوحه لما انت بيكون عندك لما بيكون عندك وضع سياسي مثل ما هو اليوم شرذا الكل بيشتغل بلبنان ساحه مفتوحه كل الاجهزه الامنيه الاستخباراتيه عم تشتغل بلبنان وموجوده بلبنان الامن فالت لا منه فالت يعني لانه الناس ما بدها يفلت الامن يعني اليوم بعد انت عندك في عندك انضباط من قبل العالم ولكن اليوم اذا انت بدك تشتغل امنيا بالبلد البلد مكشوف فيك تشتغل امنيا يعني في اجهزه عم تجرب قدر الامكان من 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 ادي لها التحيه ان كان جهاز الامن العام او الامن الداخلي عبر فرع المعلومات او غيره من مخابرات الجيش عم يجربوا جهدهم ولكن البلد ايه ما فينا ما نحكي سحر. ايه طبعا مفتوح لك الاجهزه المخابرات طبعا واكيد في ناس لبنانيين بيشتغلوا معهم بكثير من اكيد من الالتزام اكيد العرابين اللبنانيين ليك بتشوف شيء مؤسف بلبنان انه جزء كبير من سياسيين بلبنان
هن سفراء لغير دول بلبنان بدل ما هن يكونوا سياسيين لبنانيين عم يعملوا مصلحه البلد. بيكون سفير يعني هذا بيحكي بتعرف انه هذا حكي راي البلد الفلاني او هذاك حكي بتعرف حكي راي البلد الفلاني، يعني هن لبنانيين بس سفراء لهدول الدول موجودين بلبنان. طب وقت بيجوا بيقولوا انه مثلا مساله النازحين السوريين اثرت على الامن في لبنان بشكل عام، كان الامن كامن او الامن الاقتصادي او الامن الاجتماعي، نعم، وتاثيرها كبيره بهذا الموضوع. لخبرك نسبه الجريمه الصغيره زادت بحسب إحصاءات وزارة الداخلية أكثر من 100% خلال العام الماضي، وهذا شيء أنا برأيي طبيعي وإذا ما فينا ما نتوقع غير هيك، يعني شيء طبيعي لأنه أنت عندك مجموعة كبيرة من المهجرين السوريين أجوا على لبنان وهن بحال يرثى لها ماليا، واحد إذا كان ما فيك تلوم حدا فايت على بستان ياخد منه فواكه ولا ياخد منه زيتون ولا لا يطعم عائلته أو فايت، يعني ما فيك تلوم. فالسرقة الصغيرة زادت، ولكن أنا برأيي التحدي الأكبر هو أنه كيف لبنان بده يحمل وجود هالعدد الكبير من النازحين اللي هو يساوي يمكن 4 مرات الموجودين بتركيا ويمكن 4 مرات الموجودين صحيح. بالأردن دون ما يكون في عنا أي خطة لاستيعاب هذا الموضوع. أنا بحيي دولة الرئيس اللي مبارح أخذ موقف متقدم ولأول مرة، لأن احنا كان مجلس وزراء إلنا موقف 20 سنة بعد أخذ موقف متقدم لجهة أحقية اللاجئ الموجود أو عدم أحقيته بالوجود، وأنه يعني بمعنى تاني أنه إذا هو ما لازم يكون بلبنان لأنه ما عنده سبب جدي يكون في بلبنان لازم يرجع على بلده. مع الوزير بدي أشكر مشاركتك معنا جمهوركم سعيد، أهلا وسهلا فيك بالإنجليزي. مشاهدينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء.